مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره 22 سبتمبر 2021. ولنبدا لان لدينا الكثير ب مساء الخير يا كريمه يا عوض. يا مساء الورد يا خير يا رمضان. مساء الخير. بدايه حلقه خلينا نقول هنبداها بخبر في منتهى الاهميه. تابعنا كلنا خلال الايام اللي فاتت اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واعلن فيها ان العام القادم 2022 هو عام المجتمع المدني. ليه بقى النهارده في حدث في منتهى الاهميه متعلق بده؟ ده اللي هيقوله خير. صدر منذ ساعات حكم أو أمر قضائي يعطي دفعة قوية جدا للمجتمع المدني علشان يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته. سبحان الله، في الوقت اللي عندنا استراتيجية لحقوق الإنسان وبنتكلم عن مجتمع مدني، النهاردة محكمة الاستئناف بتصدر أمرا. المستشار علي مختار الرئيس بمحكمة الاستئناف في القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب من 10 سنين في القضية 173 لسنة 2011 اللي كانت معروفة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، أصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة. وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر، حوالي 200 من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة. أهم ما جاء فيما قاله السيد المستشار، وهي وثيقة أخلاقية ووطنية في هذا الأمر، المستشار علي مختار قال أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات اللي صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية 71 كيانا اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص. وقال قاضي التحقيق إن قال كلام مهم جدا، الجمل المهمة اللي احنا وقفنا قدامها، قال إن التنمية المستدامة، ده بالنص أنا هقوله، وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تطلع عليها وتحميها مؤسسات بالدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة. ذكر المستشار علي مختار أيضا أن التحوط في كل ما يمس سيادة الوطن فرض عين على كل أبنائه، من كان منهم في موضع المسؤولية أو كان من أحد أفراده فحسب، سواء من عظم منهم قدره أو بسط. فمخطئ أيما خطأ من يظن أن مسؤولية حماية سيادة الوطن مقصورة على البعض دون الآخر من أبنائه، فالكل مسؤول. إذ الأمر جد جلل. وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات اللي بتمارس عملا من أعمال المجتمع المدني، ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم. احنا عندنا قانون موجود بالفعل للجمعيات الأهلية، العقوبة بتبقى 1,000,000 جنيه، ولكن القاضي قال نربأ بكم، ده مسؤولية تجاه الوطن. صحيح. فكلنا مش محتاجين نوقع عقاب، محتاجين انك توفق اوضاعك حسب القانون الذي صدر سنة 2019 وتم اعتماده من السيد الرئيس. وفق اوضاعك واخدم الوطن. صحيح، لان هدف كبير يا خير. يعني فكرة المجتمع المدني هي خدمة للناس وخدمة للمواطنين علشان يكون ايديهم في ايدين المؤسسات اللي أساسية اللي موجودة في الدولة، يعني الجهات التنفيذية التابعة للدولة. يعني علشان كده ولأهمية الموضوع ده إحنا أساساً كنا مقررين إن النهاردة نناقش بمزيد من التفاصيل موضوع المجتمع المدني، إيه اللي مطلوب منهم بالظبط، وإذا كان ده مطلوب منهم قادرين ينفذوا منه إيه، وإيه اللي مش قادرين ينفذوه، والأسباب إيه. ده الموضوع الرئيسي اللي هنناقشه في حلقة النهاردة، ومعانا فيه ضيوف مميزين جدا، هنسمع مجموعة من وجهات النظر. إيه رأيكم بقى دلوقتي نروح نشوف عناوين الأخبار واللي حصل في مصر من امبارح للنهاردة، ونرجع نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. صخب وضحك وحالة من البهجة عاملها الفنان الجميل المبدع الكوميدي الإنس والنمس، بطل الإنس والنمس محمد هنيدي. الفيلم بيحقق
الفيلم بيحقق أرقام كبيرة قوي، ناس كتير شافوا الفيلم وعجبهم جدا هنيدي، لكن هنيدي لم يكتفي بفيلمه وكل يوم عامل شغب على السوشيال ميديا. هنيدي قرر أن يشتبك مع نجوم أغاني المهرجانات ويقول لهم أنا جاي لكم ووسع. وهنيدي بتاع كمانانا من زمان بيرجع النهاردة ويقول أنا هوريكم المطرب الشعبي الجديد اللي بيدور على اسمه، وحنسأل يا ترى إيه الاسم. هنيدي اللي قرر يتحدى فان دام، ملايين الملايين من العالم العربي والعالم كله بيتابعوا الفنان والنجم محمد هنيدي على السوشيال ميديا، واللي عامله صديقي العزيز المبدع محمد هنيدي صاحب الإنس والنمس. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا صديقي يا أستاذ يا كبير. يا حبيبي مبروك على تخرج فاطمة، ويا بختك بنوتك اهي بقى عندك عروسة اتخرجت، نقول لك مبروك يوم الجواز والشغل إن شاء الله. يا رب. ميرسي يا حبيبي، ومساء الخير يا أستاذة كريمة. مساء الخير يا أستاذ محمد. أنا عايزة أقول لك إحنا سعدة جدا، إحنا سعدة جدا بكل الأخبار الحلوة وإنك موجود معانا، وألف مبروك لفاطمة، ربنا يحميها لك. ربنا يخليكي، الله يحفظك، وتفرح بيها دايما، واحنا عارفين انت النهارده وخيري بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. مبروك يا اخوك. يا حبيبي تسلم لي يا حبيبي. تسلم لي. على خير على خير. الحقيقه انا اللي هبتدي بالسؤال الاول، ايه الضجه اللي على السوشيال ميديا دي؟ مش بس مصر، ده العالم العربي كله بيتكلم عن ان انت اخترت مهنه جديده وهتعملها وتبقى مطرب مهرجانات. الحمد لله. اقول لك على حاجه، انا جالي افراح امبارح. بجد؟ والله العظيم جالي ثلاث افراح. قابلت حاجه منهم يا استاذ محمد؟ الحمد لله. قابلت؟ يعني ان شاء الله هننزل المجال بقى. ايوه انا. لا يا حبيبتي. الشعراء اللي كلموك بقى بتوع العاميه وهتقعد على قهاوي فين وهتسمعنا ايه؟ اقول لك جدول جديد ان شاء الله تبقى نقله يا رب في الموسيقى. انت كده هتضرب شيبه واحمد سعد والناس دي كلها يا محمد. لا كلهم اخوات، كل واحد في مكانه، ولكن ضيف جديد. ضيف جديد يا حبيبي. انا بحب يعني متشكر جدا، بس خلينا نوضح بقى للناس. ايوه. دور المطرب الشعبي ده دوري في المسرحيه الجديده، فحبيت اقدمه تقديمه كده لطيفه. الله يعني. الله الله الله. ايه المسرحيه الجديده بقى؟ فرحنا ان شاء الله. بعمل مسرحيه كده جديده انا والدكتور خالد جلال. ان شاء الله تعجبكم قوي. فبعمل مطرب شعبي، فالحقيقه حبيت الموضوع بصراحه. حبيت الموضوع قوي. لا والناس حبوه، حبوا اللي انت قلته، حتى مطربين المهرجانات والمطربين الشعبيين بداوا يكتبوا لك مبروك واهلا بيك معانا. الحمد لله. روح طيبه والله من الزملاء، يعني مش قادره اقول لهم ايه. احنا في انتظار المسرحيه يا هنيدي. ما انت من الله. أيوة. انت من ايام كمانانا انت اللي ابتديت، وبعدين انت عندليب الدقي حبيبي. ايوه ما حدش هنقفلها بقى بالشعب ان شاء الله يا حبيبي. على خير، واحنا في انتظار المسرحيه جدا ان شاء الله. لقيت اسمي يا هنيدي للمطرب الشعبي. انت سيد الانسان. سيد الانسان، يا سلام. مبروك. انا سمعت انك كمان داخل في فيلم جديد بعد 23 سنه، راجع انت ومنى زكي في فيلم مهرجان. بالظبط، بنعمل فيلم الحمد لله، صورنا معظم الفيلم، فاضل لنا اسبوعين. الله الله ان شاء الله خير، فيلم يعجبك باذن الله. ده فيلم كوميدي برضه؟ كوميدي موت ان شاء الله باذن الله. انت ما تتحطش في حاجه غير ما تبقى كوميدي موت. ربنا يخليك يا استاذ. طب ربنا يخليك. طمنا على الزمالك يا حبيبي، مبسوط؟ والله مبسوط جدا برغم المشاكل اللي حاصله دي كلها. انت الدوري كل ده هيعدي. لا كل ده هيعدي، واصرار النادي وجماهيره واصرار لعيبته اللي بيحبوه، كل المشاكل ان شاء الله هتعدي باذن الله. هتعدي. طبعا يعني خيري. خيري طالما موجوده كوره لازم يتكلم. بس انا بصراحه هروح للعالميه بقى، ايه حكايه فان دام والتحدي اللي هتعمله معاه عند سفح الهرم ده؟ والله فان دام مكبر الموضوع قوي. والله بس لذيذ. في تحدي طبعا لازم هيحصل، اصل ما ينفعش طول الوقت فان دام فان دام فان دام. احنا هنهزر، احنا عندنا هنيدي هنكتفه. الله يخليك طبعا. ان شاء الله يبقى تحدي عظيم وتشجعونا باذن الله. ابعت له فيلم الصين العظيم عشان يعرف هو هيواجه مين. بس هو شافه وخايف موت، عايز اقول لك. بس هو ايه هو جميل وبيهزر. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي بنشكرك جدا، ومبروك تاني لفاطمه. انا عارف ان فرحه التخرج دي فرحه كبيره قوي. اكيد يا رب، عقبال كل الناس تفرح باولادها يا رب. ما تحرمش منك. مبروك يا حبيبي. ودايما موفق، دايما موفق وسعده جدا بيك. شكرا ومبروك تاني لفاطمه. باي باي. دايما نشوفك على خير. بنشكر الفنان الكبير محمد هنيدي، وبنروح لقضيه تانيه النهارده تدعو للتفاؤل. النهارده صندوق مصر السيادي
وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بدايات اللي بيرأسها السيد رشيد محمد رشيد. الدراسة دي أو مذكرة التفاهم هي تحويل منطقة باب العرب العزب أنا آسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط. خلونا على طول نسمع هذه المبادرة وهذا القرار اللي بنشوفه لأول مرة من مجموعة بدايات المهندس محمد رشيد مؤسس المجموعة. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا، ازاي صحتك؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، اهلا بيك، منورنا جدا ومبروك علينا. مشروع جديد هينضم لقائمه المشروعات السياحيه في الاماكن المميزه، لكن عايزين نعرف تفاصيل الدراسه يا فندم. اولا هو مش يعني هو مشروع ما هوش مشروع سياحي فقط، ولكن المشروع في اساسه هو مشروع لتشجيع الاقتصاد الابداعي في مصر. والاقتصاد الابداعي اللي مقصود به كل الصناعات وكل الخدمات اللي بيخش فيها التصميم والإبداع، كصناعة الأساس، صناعة الحلي، صناعة الموضة، التصميمات الهندسية، تصميمات الإعلانات، حتى الكتب والسينما. فالمنطقة اللي موجودة في باب العزب 70,000 متر مربع تعتبر منطقة طبعا تاريخية ولها طبعا تاريخ طويل ولها قدر كبير جدا من الثقافة والفن موجودين هناك. فبالتالي كان هناك اقتراح ناقش بيننا وبين صندوق مصر السيادي ان نحول هذه المنطقة لمنطقة تجذب كل هؤلاء المصممين من ابناء مصر من كل النواحي، اللي نقدر هناك نديهم جزء كبير من التعليم والثقافة. مش ان احنا هنعلمهم تصميم، ولكن هنعلمهم ازاي الابتكارات بتاعتهم يحولوها الى اعمال تجاريه ناجحه على مستوى العالم مش على مستوى مصر فقط. هيكون موجود هناك ورش تصنيع، هيكون موجود اماكن عرض، هيكون في اماكن للقاءات والتبادل الخبرات بينهم وبين المنطقه ككل، لان احنا متصورين المشروع دوت هيجذب منطقه الشرق الاوسط ومنطقه البحر الابيض المتوسط، دول زي فرنسا وايطاليا بندخلها معانا في المشروع، لان احنا هدفنا ان المنتجات المصريه تبتدي تبقى منتجات عالميه في الفتره اللي جايه. فاللي احنا وقعنا عليه مع صندوق بالامس هو مذكره اتفاق ان احنا شركه بدايات هتقوم بدراسه متكامله لهذا المشروع، هتنتهي في خلال 3 شهور لغايه شهر ديسمبر، يعني هتحدد المعالم للمشروع ده هو يتنفذ ازاي في الفتره الجايه. المدة الزمنية والقيمة المرصودة للقيمة المادية؟ لا، هو زي ما انا قلت هو ما تم الاتفاق عليه النهارده هو الانتهاء من دراسة شاملة داخل فيها 6 مكاتب اغلبهم مكاتب عالمية. نعم. في جزء ترميم وفي جزء لمقارنة بمراكز الابداع في دول تانية، لكن جزء تاني برضه دراسة اقتصادية ودراسة هندسية، هتحدد التكلفة، هتحدد المدة، هتحدد اسلوب التعامل معاه ايه. الانتهاء من هذه الدراسات المقرر ان احنا ننتهي في شهر ديسمبر السنه دي ان شاء الله، يعني قبل نهايه السنه ان شاء الله. بناء عليها هتطلع النتائج دي كلها هنعرضها على الجهات المختصه، لان داخل معانا طبعا اكثر من جهه من ضمنهم الاثار طبعا في مصر، وفي نفس الوقت طبعا النواحي الاقتصاديه والصناعيه في الموضوع. يعني باشمهندس رشيد، يعني وفق كلام حضرتك ان المشروع ده سيكون ربما يكون الاول في مصر وافريقيا والشرق الاوسط اللي بيجمع وبيضم طبعا هو بهذا الحجم بهذا الاسلوب هيكون الاول من نوعه، والهدف منه لان ده هدف بدايات، يعني بدايات ككيان انشاناه الهدف منه حاجتين، ان احنا نساعد الشباب ونساعد المبدعين في كل مجال انهم يحولوا تصميماتهم وافكارهم الى شركات تجاريه ناجحه. والشيء الثاني والاهم ان احنا نحول هذه الشركات من شركات محليه الى شركات عالميه. وفعلا يعني شركه بدايات بدات هذا النشاط مش بس في مصر، بداته في مصر وعندنا مكاتب في ايطاليا وعندنا مكاتب في فرنسا وعندنا مكاتب في اسطنبول. كل هذه الدول اللي حوالين البحر الابيض المتوسط هيحصل فيه تبادل بينهم وبين بعض فيما يخص عمليه الابتكار. نعم. وهو ده اللي هيفرق مع وبرضه زي ما قلنا هيكون الاول من نوعه في المنطقه ما فيش شك.
طيب اسمح لنا يا باشمهندس معلش سؤال اخر متعلق بده، هل هيكون مسند لحضراتكم بس موضوع الدراسه اللي هتنتهي في الوقت اللي حضرتك قلت عليه لبدايات، ولا ايضا التنفيذ والاشراف على التنفيذ، ولا لسه مش واضح؟ مش الاتفاق اللي موجود بيننا ان هذه الدراسه هتستكمل عن طريق ان احنا نحدد مع صندوق مصر السيادي الدور اللي هتقوم بيه بدايات والدور اللي هيقوم بيه الصندوق السيادي. فالدور هيستكمل والدور هيخش في مراحل الاشراف والتنفيذ، لكن بناء على مخرجات الدراسه اللي هتطلع. احنا ماشيين بطريقه علميه وماشيين خطوه خطوه على اساس ان زي ما قلت المشروع ده جديد من نوعه طبعا، ما هوش مشروع استثماري فقط، له ابعاد كثيره، جزء منها اجتماعي وجزء منها ثقافي وجزء منها تطوير. وده يمكن يعني يمكن الشيء الايجابي في هذا الموضوع ان هو ليس مشروع فقط للاستثمار، ولكن في جزء كبير جدا هيبقى له تاثير ايجابي على المجتمع وعلى شباب مصر في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب السؤال الاخير يا باشمهندس رشيد، وانا عارف انك مشغول وبنشكرك على وقتك جدا. مجموعه بدايات او شركه بدايات للاستثمار يعني لسه مش البعض في مصر ما يعرفش عنها، هل هذه المجموعه الاستثماريه سيكون او كان لها استثمارات اخرى في مصر؟ هل هذه هي البدايه؟ ما هو الجديد؟ انا يعني عارف ان لكم نشاطات في العالم لها علاقه برواد الاعمال وخلافه، فهتعملوا ايه في مصر تاني؟ لا، شركه بدايات شركه تاسست مقرها سويسرا وموجوده زي ما انا قلت في دول عده. الهدف من بدايات انها بتخلق بتتعامل مع شركات بادئه وناشئه في مجالات التصميم والموضه والحلي، وعندها استثمارات في مجموعه كبيره من الدول. بدات في مصر من مرحله يعني قريبه، عملنا استثمار واحد في مصر في شركه بدأها مجموعه من الشباب اسمها اختين. هذه الشركه بتقوم بمنتجات مميزه في الصناعات الجلديه، والهدف من هذا الاستثمار ان احنا ناخدهم دلوقتي على مستوى عالمي ونوديهم في الاسواق العالميه في الخارج. هناك دراسه لمجموعه اخرى من الاستثمارات هنا، وفي نفس الوقت احنا استثمرنا النهارده بتكوين مكون تعليمي ان احنا هنعرضه في الفتره اللي جايه، نديه للشركات الصغيره اللي عايزه تتعلم ازاي انها تبدا هذه الاعمال على مستوى تجاري وتبدا على مستوى عالمي انها تشتغل فيه. والشركه دي حاليا يعني نشاطها زي ما انا قلت بيضم موضوع تبادل الخبرات بين هذه الدول وبعضها. نعم. فاحنا موجودين وبدأنا، ومشروع باب العزم احدى المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها، ونأمل ان شاء الله ان يكون في تأثير ايجابي من كل هذه الاستثمارات. ومصر اصبحت بتجذب استثمارات اجنبيه اكثر واكثر، وده اللي احنا شايفينه في المرحله الحاليه. واحنا سعداء جدا بالتفاصيل اللي حضرتك قلتها لنا يا باشمهندس رشيد، وبالفعل يعني مشروع اضافه لمصر ونقله نوعيه على كل المستويات. كل الشكر للمهندس رشيد محمد رشيد مؤسس مجموعة بدايات للاستثمار. طيب خلونا نتكلم عن كورونا، اتفضل. ماشي. يعني عندنا أولاد داخلين المدرسة. أيوة بجد. أنا عندي داخل الجامعة، بس هو كان لازم يقول عشان يبين مستوى العمر اللي أنا موجود. عندي مدارس. أنا اللي عندي مدرسة. أنت صغير مني. كبير عندي كلها صغار. أنا عندي ولد صغير. على العموم كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي أكيد واللي عندهم أولاد داخل المدارس عندهم نفس التساؤلات. يعني وزير التربية والتعليم بيقول إن الحضور هذا العام هو حضور فعلي، وأنا يكون في غياب وحضور وأعمال سنة و و. طب إحنا كلنا سامعين إن إصابات كورونا في ازدياد، التحذيرات مع زيادة الإصابات وخطورة السلالة الجديدة وخصوصا على الأطفال ما زالت مستمرة. دول كانوا خارجين طول الفترة اللي فاتت من التحذيرات. السؤال بقى اللي بقى بيدور كل أسرة، طيب إحنا بنسمع التحذيرات دي من طرف، لكن الدراسة ولا لأ؟ عندنا أسئلة كتير، واللي هيجاوب عليها ضيفنا العزيز الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، لأن طبعا عارفين إن الأسئلة اللي بتدور في بيوتنا كلها واحدة، وخصوصا هو التليفون للأسف قطع، فبنحاول نتواصل مع الدكتور. معنا الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس للشؤون الصحيه والوقائيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ يا دكتور، الناس اولياء الامور قلقانين من فكره زياده الاصابات في المرحله الاخيره، وبيسالوا وكله متوقع ان المدارس قد تتعطل، رغم ان وزير التربيه والتعليم اكد على ان الدراسه ستستمر. ما هو المخطط؟ ما مستشار السيد الرئيس
ماذا متى سينصح بأن الأطفال ما يروحوش المدرسة؟ سيادتك هذا الأمر منوط باللجنة العليا لإدارة الأزمة. نعم. اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع متابعة دقيقة وحرص شديد من سيادة الرئيس. بنتابع كل الجهات المعنية في هذه اللجنة، بتتابع بكل دقة وكل الوضع الوبائي الموجود وانتشار المرض، وهل في زيادة حادة في الأعداد ولا لا، وهل الأمر يستوجب أي إجراءات أخرى استثنائية أو إجراءات أخرى فيها أكثر حرص وأكثر احترازية. نعم. فأنا مش هحزم إلا أولاً، إحنا كلنا لينا أحفاد وكلنا حريصين عليهم تماماً، وكلنا أولينا أولاد، فكلنا كلنا حريصين. وكل اللي بتعمل في البلد ده أستاذ خيدي هدفه الأول والأخير هو الحرص على مصالح البلد ومصالح الناس وحياة الناس. فإن شاء الله أي يعني شيء يستوجب أي تدخل أو أي إجراء من الدولة سوف يتخذ على الفور. تمام. طب دكتور اسمح لي، ان يعني هناك شركات عالمية منتجة للقاح قالت ان لقاحاتها آمنة على الأطفال وان ممكن يتم تطعيم الأطفال، هل احنا عندنا في اي توجه لان الأطفال هتدخل تحت دائرة من سيقوم يعني الجهات المسؤولة بتطعيمهم خلال الفترة اللي جاية؟ شوفي حضرتك، نقطة السؤال ده في منتهى الأهمية، وزي ما قلت حضرتك جزء من الحرص الشديد كل اللقاحات اللي انتجت للوقايه او الاستخدام عشان فيروس كورونا المستجد اجريت عليها تجارب اكلينيكيه سريريه وسجلت لحد هذه اللحظه الغالبيه العظمى سجلت تسجيل طوارئ اللي بسمها emergency registration. نفس الشيء في مصر، لان الادويه واللقاحات عندما تقرب عليها التجارب الاكلينيكيه السريريه تاخد فترة زمنية طويلة للمتابعة والتأكد من سلامتها. لغاية قريب يا فندم كان التطعيم لأكثر من 18 سنة. نعم. ثم لم على سن أقل من كده. نعم. فسيادتك الحرص الشديد احنا بنتابع هذا الكلام ونجري، وعلى فكرة مش كل اللقاحات سمح بيها أو صرح بيها لهذه الفترة. صحيح. أيضا الفترة اللي فاتت اللقاحات سمح بيها للسيدات الحوامل. أو المتوقعين الحمل أو في فترة الرضاعة. فكل ما بيمر فترة زمنية معينة ويبقى فيه تجارب كلينيكية، يعني عشان يصرحوا حضرتك باستخدام التطعيم للحوامل تم تجارب على 2500 سيدة حامل، فلازم يبقى فيه ضمان للأمان الكامل عشان يتم التطعيم ضد الأطفال. كل ده مرصود عندنا، كل ده منتبهه، كل ده يعني النهارده هنبدا بطعم طلاب جامعات اللي هم اكثر من 18 سنه. الفئات اللي اقل من كده مسموح بيها في بعض اللقاحات اللي تمت تجربتها الاكلينيكيه سوف يطبق هذا. فكله تحت النظر وتحت المتابعه وتحت المراقبه للتاكد من السلامه حتى لا يحدث اي مشاكل جانبيه من هذه اللقاحات. طيب دكتور عوض، انا عندي سؤال مركب خاص بي، هل احنا عندنا تجارب سريرية الآن للفئات اللي كانت مستثناة؟ هل عندنا تجارب للأطفال؟ احنا دلوقتي بنصنع الفاكسين، ليه مش قادرين نوصل لأرقام كافية تغطي الاحتياجات؟ وصلنا لفين في التجارب بتاع اللقاح المصري؟ احنا كان عندنا أكتر من تجربة. وصلنا لمراحل، برضو أستخدم سؤالك مهم بس هو مش مركب ولا حاجة، ده هو سؤال كويس. طيب الحمد لله ودقيق. سيادتك احنا عندنا نوعين من اللقاحات. نعم. اللقاحات اللي جاية من بره والحمد لله ربنا كرمنا وإذننا يعني في نوع من تنويع مصادر اللقاحات حتى نستطيع أن نحصل على أكبر قدر ممكن من اللقاحات. لغاية هذه اللحظة يا أستاذ خيري كمية اللقاحات العالمية المتاحة لدول العالم مش كفاية، وما زالت دول كثيرة تعاني من نقص اللقاحات. نعم. طبعا في دول المنتجة للقاحات يعني حصلت على أكبر قدر ممكن وقدرت توصل ل 70% أو 60% أو 80% من تلقيح مواطنيها. نعم. في مصر عندنا الشق الأول من السؤال، إحنا ما فيش أي لقاح
بيتم تسجيله في مصر او السماح بتداوله الى ما يتم التاكد من حريته وامانه وهيئه الدواء المصريه بخروج اللقاح الا بعد هذا الفتره. المصري بتجبر عليه برضه هذه التجارب الكلينيكيه السريريه عشان لما نقول احنا عندنا لقاح ما يبقى فيه اطمئنان تام على امان وفعاليه اللقاح وما بقاش اي تشكيك في هذه القصه. نعم. طب اسمح لي يا دكتور محمد سؤال اخير. حضرتك قلت انا جد وعندنا كتير اباء يعني بصفتك اب وجد لو هتدي نصيحه لاولياء الامور اللي اولادهم داخلين على المدارس وعندهم تخوفات تقول لهم ايه؟ والله يا فندم انا بسال هذا السؤال 3 مرات في اليوم عشان هذه النقطه. وانا بقول بكل امانه وكل صراحه انا حريص جدا على كل طفل في مصر زي الدوله كلها. وعلى احفادي برضو زي ما قلت لحضرتك. فاحنا بنتبع كل الاجراءات الوقائيه وما زالت هي الاولويه لحد دلوقتي. تمشي خط متوازي مع التلقيح. في فئه عمريه لسه لا يسمح بها بالتلقيح لا اولاد الحضانه ولا الاطفال الصغيرين. فبقول لهم كل الاحتياطات الاحترازيه. ووزاره التربيه والتعليم ووزاره العالي عاملين يعني تاكيدات لكل الجهات المتعامله طول ما احنا متابعين. والاطفال يا فندم هم راحوا الحضانه او راحوا الجامعه لكن بيرجعوا البيوت. فالاطفال الحقيقه هم شقين شق بنبقى قلقانين عليهم وقلقانين ان هم ينقلوا العدوى الى اهلهم في البيت. فحضرتك هذه القضيه هي مركبه زي ما قال الاستاذ خيري. فاحنا كلنا حريصين تماما على البلد كلها وعلى احفادنا واولادنا. فحضرتك ما تقلقيش لان انا متاكد وشايف ومتابع الدوله كلها في منتهى الحرص بشده. وعشان كده انا سبت الرئيس ادى توجيهاته بان كل الجامعات تطعم، كل التعليم التربيه والتعليم تطعم، كل الجهاز الاداري للدوله تطعم، كله كان حرص شديد منه وعليه منهم وعليهم. نعم صحيح. ما تقلقيش حضرتك ان شاء الله. ربنا يحمي الجميع ويحمي مصر دايما. الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحيه والوقائيه، كل الشكر للمعلومات اللي اديتها لنا النهارده. كل شويه من سنوات كده من قبل 2011 يعني كان عندنا حديقه شهيره جدا اسمها حديقه الميريلاند. كان اللي يروح هناك يشعر بسعادة ومتعة، كانت متنفس لأهالي مصر الجديدة ولينا كلنا. كنت من الجيزة وكنت بروح هناك، قعدات شيك، أشجار شيك، منظر جميل. وفجأة انتفض أهالي مصر الجديدة وأصابهم الحزن على مذبحة للأشجار تتعرض لها الميريلاند الشهيرة. بيتم إزالة وتجريف جزء كبير لإقامة مراكز تجارية. أسمنت في وقت احنا بنقول ازرع شجرة، عايزين الخضرة تعم مصر مع المناظر الجميلة، المدن الجديدة كلها فيها نسبة من الخضرة. طب ليه نشوه منطقة زي مصر الجديدة؟ ليه نشوه ونفقد قيمة منطقة زي الميريلاند؟ تعالوا نشوف فيديو كده لإزالة الأشجار ونفهم هو إيه اللي بيحصل، وهل هنستغيث؟ هل هننتظر قرار للتدخل؟ نشوف الفيديو. ابتدوا يشيلوا الحديد الفارفورجي اللي كان معمول من اقل من سنه من قبل الكورونا بحاجه بسيطه جدا. اهو بيشيلوا الحديد عشان يبتدوا يفتحوا السور اهو وهيكسروا السور. انا مش عارفه ليه بجد بيحصل كده. مصوره واحده من سكان المنطقه دي وعامله له شير لكل الاماكن لانها مهتمه جدا زي كل الناس اللي هناك. خلينا نشوف بقى اللي عايش هناك وخصوصا بعيون صحفيه ممكن يقول لنا ايه اللي بيحصل لما نقول الأستاذة الزميلة العزيزة منى العايدي الصحفية وهي واحدة من سكان هذه المنطقة يمكن هتدينا تفاصيل أكتر. أهلا بيكي أستاذة منى. أهلا بيكي. أهلا بيكي. إيه اللي بيحصل في الميريلاند؟ الحقيقة الميريلاند بتتجرف خلاص وابتدوا بيشتغلوا فيها على مدى الـ 24 ساعة. يعني حاجة تدمير غريب بيعملوا فيها مور، بيعملوا فيها. دلوقتي حضرتك موجود في الميريلاند يعني شايف من على أرض الواقع إيه اللي بيحصل هناك، ممكن حضرتك تدينا نظرة موجزة كده عن إيه اللي حضرتك شايفه قدامك؟ بص حضرتك هو في مساحة حوالي مثلا 10,000 متر استقطعت من حديقة الميريلاند
بغرض إقامة نصب تذكاري. المشكلة حياتك ناتجة عن إنه مفيش حد قال للناس هو فيه، فالناس استنتجت حاجات كتيرة قوي مختلفة عن الواقع. يعني الناس استنتجت إنه هيتعمل جراج، هيتعمل محلات، هيتعمل مول، هيتعمل مول. فالاستنتاجات الخاطئة دي هي اللي عملت القلق اللي موجود دلوقتي. هم عارفين حكاية النصب التذكاري دي بس عن منطقة الباتيناج هي اللي هيتعمل فيها النصب التذكاري زي ما قالت لنا الأستاذة. حتى واخدة جنب بس من عند المدخل الرئيسي بتاعت الجنينة. واللي أنا بقوله دايما إنه لازم الحاجات المشاريع دي عشان ما يحصلش إثارة للرأي العام لازم يتحط اللاي أوت بتاع المشروع، يتوضح المشروع إيه بالظبط، يتوضح إنه اللمسة الجمالية موجودة. اتأكدت من اللي ماسك المشروع هناك وأكدنا على هذا المشروع، وبأكد من خلال المنبر بتاعكم إن كل الزرع وكل اللاي أوت أو اللاندسكيب وكل الشجر اللي بقاله 100 سنة هيفضل أو يفضل زي ما هو، ما حدش ينسه خالص، لأن ده اللي بيميز المنطقة دي. طب إيه أهمية يعني لمين النصب التذكاري اللي هيتعمل في 10,000 متر في حديقة؟ يعني إيه أهميته؟ هل حضرتك عرفت لمين ده؟ لسه المعلومات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي معلومات وجيهة، ولكن لسه ما عنديش المعلومات دي. انا كنت لسه في الموقع حالا، فلسه بناخد معلومات اوليه. عشان بقول لحضرتك التوجيه بتاع ان يتحط نصب تذكاري. يعني مفيش اي حد تواصل معاكم قبل كده سياده النائب؟ يعني حضرتك كنائب عن المنطقه مفيش اي حد كلمكم؟ يعني المواطنين العاديين اتساب لهم الكلام مش عارفين ماشي، لكن حتى حضراتكم محدش اتناقش معاكم تواصل هيحصل ايه هنا؟ كنت تواصلت على ارض الواقع عشان لما عرفت هذا الموضوع وشفت المكان على الطبيعه. وبقول لحضرتك انه المكان اللي ينقصه ان توعيه، نوصل للناس نقول لهم ايه اللي هيحصل بالظبط، ونتاكد ان كل الاشجار وكل المساحات الخضراء هتفضل زي ما هي. طب سياده النائب هل تعتقد هل تعتقد انا برضه راي الناس تبع اذن حضرتك اكمل راي الناس؟ اتفضل الناس كانت بتقول طب ما تسيبوا الجنينه زي ما هي وتشوفوا مكان تاني النصب التذكاري. برضه وجهه نظر، لكن برضه نسمع وجهه نظر الناس اللي خططت وليه سبب هذا اختيار هذا المكان. طب ما الناس اللي خططت ده كان السؤال. يعني انت حضرتك نائب عن المنطقه، شيء طبيعي ان مثل هذه الاشياء تطرح وتناقش وسكان المنطقه يبقوا شركاء ويعرفوا، وزي ما حضرتك قلت عليه اوت بره يبقى معمول لوحه بيتقال انها هتبني ايه. معلومات المكان اللي حضرتك فيه هل تعتقد انها مؤكده؟ يعني هل ما لديك من المكان ده دون الوصول لمسؤولين حقيقيين، دول مسؤولين تنفيذيين، هل تستطيع ان تطمئن اهالي مصر الجديده؟ لا اطمئن اهالي مصر الجديده طبعا، لانه مش هيحصل الكلام اللي بيتقال ان هيبقى محلات او جراج او الحاجات دي. لا هو في او هيتم او هيتم تجريف الاشجار الاثريه زي ما حضرتك قلت. لا 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 مش هيتم تجريف اي شجر، لكن انا هتواصل بقى مع المسؤولين عشان ناكد على المعلومات دي، ويتم نشر اللي او المشروع نفسه عشان طمانه الناس، بدل ما نقعد نثير بلبله بلا داعي، والهدف اللي هو في الاخر هو التجميل. صحيح. بنشكرك جدا النائب عمرو الصنباطي عضو مجلس النواب عن دائره مصر الجديده. استاذه منى سمعت الكلام؟ يا استاذ خيري، مع احترامي لكلام سياده النائب، سياده النائب مش عارف النصب التذكاري اصلا هيتعمل لمين. انا بقول لحضرتك في مول وفي محطه بنزين تحديدا هيتعملوا في شارع نهرو حديقه الميريلاند. جبت المعلومات دي منين يا فندم؟ انا يا سيدي هناك، انا هناك، انا لو انت هناك يعني بداوا يعملوا محطه البنزين وبداوا أيوة يعملوا الجراج. ايوه في اتجاه شارع السبق، شارع نهرو، اخر جنينه اخر حديقه الميريلاند في اتجاه شارع السبق، وده شغالين فيه مش هزار، ومش مش من اول المدخل زي ما سيادته قال ان هو بس بيتعمل هناك النصب التذكاري. طب والكلام عن المول؟ المول كل ده بقول لحضرتك ده من شارع نهرو، شارع نهرو اللي هو الميريلاند برضه الاتجاه الثاني من الميريلاند. فمع احترامي ليه هو نفسه بيقول النصب التذكاري مش عارف بتاع مين. طيب خلينا نتابع خلال الايام القادمه. احنا نقلنا صوتكم وحريصين على المشهد الجمالي لحديقه الميريلاند. هنتابع مع المسؤولين وهنتاكد ونشوف، وسياده النائب نرجع له تاني ونشوف تاكد ولا المعلومات اللي حصل عليها لم تكن حقيقيه. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل لدينا القليل من القصص الإخبارية قبل أن نبدأ فقرتنا اليومية. أهلا
اهلا بيكم من جديد، وقصصنا الاخباريه في حديث القاهره. الموضوع او القصه اللي معانا دلوقتي قديمه جديده، وهي مؤلمه للغايه، خصوصا لما نشوف ده بقى من خلال كاميرات المراقبه واللي بيتنشر بعد شويه الفيديوهات في كل مكان. امبارح كاميرا مراقبه في الشارع سجلت حادث مؤلم، حادث سير راح ضحيته الشيخ هاني الشحات امام مسجد الارقم بمدينه نصر. عربيه نقل كانت داخله بشكل سريع جدا في شارع، هو بيلف منه من مكان فتحه على الطريق في الشارع ده، وغالبا لم تكن هذه الفتحه يعني هي الفتحه اللي المفروض يدخل منها، فدخل بشكل خاطئ والعربيه النقل جايه بسرعه فاخدته وزحفت بيه اكتر من 30 متر. فقد حياته طبعا سواء العربيه النقل مصاب، لكن بيتم فقد الحياه بهذا المسلسل يا اما نتيجه اخطاء شخصيه مننا احنا شخصيا الناس اللي بتستسهل وتمشي عكس الاتجاه، أو أخطاء خاصة بالشوارع والتخطيط اللي بيحصل في بعض الأماكن اللي بيكون فيها منازل ومطالع بتتعارض. لا ده شارع حيوي جدا، مكرم عبيد المنطقة دي في منتهى الحيوية. صحيح. الشارع مش باين، في عربيات جاية من الاتجاه التاني وبتلف وترجع، والشيخ الله يرحمه داخل من الاتجاه اللي جاي وداخل وقصاده شارع. احنا متعودين ان في شارع للدخول وشارع حارة للشارع للدخول والخروج، فكارثة مش دي بس. طب انا اسف، احنا عندنا فيديو صوره زميلنا الدكتور محمد فتحي رئيس تحرير برنامج لمكان برضو المنازل والمخارج وحيوي جدا كمان. المنازل والمخارج يا جماعه احنا بنشوف ده، وانت كنت عايزه تدعو الناس. انا عايزه اقول دلوقتي لكل الناس اللي بتتابعنا، احنا خلينا احنا بيننا وبين بعض ننظم حملتين. واحده، ابدا بنفسك وما تعملش اي ممارسات خاطئه في الطريق لانها بتكيف حياتك وحياه الناس. التاني بقى اللي طالبينه منكم هو انكم تبعتوا لنا فيديوهات للاماكن اللي فيها مشاكل من النوع ده، يعني نازله غلط مع ملف مثلا وبتسبب حوادث، يوتيرن معمول بشكل مش صحيح او مش هندسي بيسبب حوادث. ليه؟ علشان احنا ممكن اقدم بلاغ اولا، يعني ابقى اهو بشجعكم واحنا نازلين من على المحور، وانت نازله من المحور في مطلع في اخره قبل ما تدخلي ميدان لبنان على اليمين يطلقك على الدايري، موقف ميكروباص على الكوبري يا جماعه، عيني عينك والناس واقفه والصوره واضحه، موقف ميكروباص على مطلع كوبري ده بيعمل كوارث وانت داخل بسرعه وهم واقفين تحت. عندنا هنا في مدينه الانتاج الاعلامي انا وانت كل يوم بنشوف المشكله دي واحنا خارجين. اول فتحه بعيده جدا، وانا بيني وبين الكوبري اللي هيلففني ويرجعني خطوتين بس مش قادر اخدهم، فناس كتير بتروح واخدها عكس الاتجاه علشان تروح طالعه وطالعه الكوبري، والمنطقه هنا بقت عظيمه وبقت مضاءه والشوارع عريضه، بس لازم يكون في حل تحل مشكله صغيره ما توقفلكش الدنيا وما تمشيش حد مشوار طويل، واللي بيمشي غلط كمان ما يمشيش غلط. صحيح. على فكره بدور الفيديوهات اللي احنا هنصوره، او خلينا نقول بلاغ بروح المحبه للجهات المسؤوله علشان تقوم بتعديل ما يمكن تعديله واصلاح ما يمكن اصلاحه، علشان نتفادى كل الحوادث اللي بتحصل في المناطق دي. احنا بندعوكم ان انتوا تصوروا لنا فيديوهات زي ما عمل الدكتور محمد فتحي رئيس تحرير البرنامج، وتبعتوها لنا على خاصيه الرسائل في صفحه القناه، صفحه القاهره والناس، واحنا نوعدكم ان احنا هنعرض تباعا ونوصل مع المسؤولين علشان نقلل قدر الامكان من الازمات دي. نشوف دلوقتي بقى دكتور محمد فتحي يصور اي مكان باي شكل ونرجع نكمل معاكم هنا. مساء الفل، انا نازل دلوقتي ومفروض هخش يمين، الكوبري ده معمول جديد، عشان اخش يمين في مخاطره شديده جدا جدا جدا، رغم ان اليمين دوت شرعي. بص 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 اللي هيحصل، بص حضرتك اللي هيحصل، انا بخش بقى ايه عشان اخش اليمين اللي حضراتكم شايفينه ده، دايما في مشكله. طبعا انا بهدي كده، فين بهدي؟ في عربيه نازله من على كوبري عشان اخش يمين. طب هو ده ليه؟ اهو اتفضل يا سيدي، كنا هنتخبط. ده ليه يعني؟ افهم بس ده ليه؟ ليه مش متخطط؟ يعني ليه ما يتعملش يعني نازله قبليها يعني؟ بس كده. هو ده فين يا جماعه؟ في نازله الكوبري بتاع المريطيه في فيصل، وانت نازل لفيصل، اصل المنطقه دي مش ممهده وما ينفعش تبقى عامل قطع الطريق كده، واللي جاي من هنا يدخل كده، هو اللي عايز يدخل يمين يجب يكون جاي من اليمين مش من الحته اللي داخل منها الدكتور فتحي. ايوه بس دي نازله كوبري اللي جاي حد جاي من منطقه تانية خالص، يعني جاي اللي مثلا ما يعرفش طبعا، وعلشان يدخل هيخيش هيخيش او هيوقف الحركه. صحيح.
يبقى الأزمات دي محتاجين إن إحنا نتوقف قدامها شوية علشان نتفادى حاجات شبه كده. طبعاً إحنا من هنا بنقدم كل التعازي لأسرة المرحوم الشيخ هاني شحات. راجل كان صوته جميل وعدد الناس المصلين كانت في جنازته. والناس أنت عارفة إنه كان خارج من الجامع، ما هو جامع الأرقم هناك. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه يا حسين. يعني بنتمنى ان احنا ما نشوفش حوادث زي دي، ويجي اليوم اللي نقول مصر بلا حوادث طرق، سواء كانت عن طريق اخطاء شخصيه او عن طريق الازمات اللي حكينا عليها. معانا على التليفون حد من الناس اللي عانوا بشده من الناس اللي بتمشي عكس الاتجاه، وانا هقول لكم سر صغير. انا شخصيا قعدت تقريبا لا يقل عن من 2011 لحد 2019 ما بسوقش في مصر خالص بسبب الناس اللي بتمشي في عكس الاتجاه. مين بقى اللي تعرضت حياته للخطر مرتين عشان ناس جت في صادوا عكس الاتجاه وعمل حادثتين موت؟ كان الدكتور خالد حبيب زميلنا العزيز استاذ الاداره والاعلامي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا منورين. اهلا يا دكتور خالد، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا، ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك، دايما تكون في احسن حال يا رب. ربنا يخليك. دكتور خالد، كلمنا عن الحادثتين الخطرين اللي كانت حياتك فيهم بخطر بسبب المشي عكس الاتجاه. طيب، اولا طبعا سبحان الله، يعني محمد صديقي العزيز محمد فتحي هو بيكلمني النهارده، هو يوم 18 سبتمبر هو الذكرى بتاعه الحادث الثاني سنة 2017، فيعني احنا بنحتفل بالذكرى من يومين. الحمد لله على سلامتك. أيوة تاني. سبحان الله. فالحادث اللي قبليه كان سنه 2005، كان على المحور الثاني، كان على الدائري. الاولاني كان راجل جاي في الاتجاه الطبيعي سايق بسرعه مجنونه، ففقد الاتجاه بتاع العربيه، ومع الخبطه اللي هو قاعد يخبط في الناس جات له ازمه قلبيه كمان، فطار بالعربيه عكس الاتجاه الناحيه الثانيه. بعدين الو. أيوة، سامعين كويس دكتور خالد؟ التليفون قطع. اطلبوا لنا تاني. ده استاذ اداره كبير بيعلم الناس ومحب للتفاؤل، ده عنده صفحات ولقاءات وبرامج سواء كانت اذاعيه او غيرها عن التفاؤل. أو تلفزيونيه. يعني هو كان زميل في اذاعه راديو مصر وعمل برامج تلفزيونيه وبرامج مسابقات وحاجات كتير، يعني كتير من الشباب بتسمع له، لانه حتى رغم الازمات اللي بتمر لانه دايما بيدعو للتفاؤل. طبعا احنا عندنا ليه اسئله خاصه بانه هو شخصيا بيفكر في حل الازمات دي ازاي، يعني بما انه استاذ اداره. يعني انت يا خالي بتفكر في الازمات دي تتحل ازاي؟ انا بخاف موت، يعني ايه، ما بحبش اجري. لما بلاقي حد بيجري بساله انت بتجري ليه يا عم؟ ايه ده؟ يعني بالراحه كده. نفسي نعمل فكره الميادين زي دبي. انا عايز اقول لك حاجه بس بسرعه كده. كنت امبارح سمير عمر زميلنا مدير سكاي نيوز عازمني على العشاء متاخر شويه مع ماضي الخميس زميلنا الاعلامي الكويتي الشهير والمذيع الاعلامي في قناه العربيه عادل عيدان. وعادل ما جاش مصر بقاله فتره، فبيقول لي ايه اللي حصل في بلدكم ده؟ ايه الطرق دي؟ قال لي انا كنت رحت الساحل، انبهرت بشبكه الطرق والمباني اللي معموله هناك. ده بقى دبي مبهور انبهار. ومضى قاعد يحكي بقى على اللي شافه، الطرق بقت في وسط البلد، بقى شكلها ازاي، ناس فرحانه. فاحنا ليه ما نكملش المنظومه ونحافظ على حياتنا؟ اتفضل يا دكتور خالد. اهلا بيك. معلش انا اسف. لا ولا يعني. بس بقول لحضرتك، فهو الراجل الاولاني يا عيني هو ماشي بسرعه غير طبيعيه. طبعا عمليه المشي غير عكس الاتجاه هي في عناصر كتيره، كلها كل عنصر في المنظومه فيه مشكله، فمنها ان يعني في عربيات المفروض ما تكونش ماشيه في الشوارع، منها الناس ما اتدربتش اطلاقا على حاجه اسمها تمشي في حارات او غيره، منها سرعه جنونيه مش مرتبطه خالص بحجم الحارات ولا الشوارع ولا غيره. طبعا الراجل طار من الناحيه بتاعته وعدى الجزيره اللي في النص، وانا فوق طبعا في المستشفى بعديها بيومين، يعني اللي هو الراجل جاء عكس الاتجاه تماما، خلص عليك تماما. يعني دي كانت الحادث الاول. عايز اقول لكم طبعا انا دفعت ثمن سنين طويله، يعني انت ايامها اتبهدلت جدا انا فاكر، وكان عندك يعني شغل في الاذاعه وحياتك اتعطلت كل حاجه. كنت مسافر بره مصر اساسا، انا مع شغلي الاساسي اللي هو في عدن اتكلم، كنت مع شركه اجنبيه وكنت سايب مصر مده 5 سنين، كل حاجه وقفت طبعا. بس الحمد لله الواحد كتب له عمر جديد طبعا. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. الحادث الثاني 2017 هو ما كانش يعني بالظبط عكس اتجاه، لكن كان حاجه قال عن ان راجل جاي تريلا بمقطوره بماشي بسرعه مرعبه 130 140 على الدائري، وقرر فجاه ينزل في فتحه ابعد ما تكون عنه، فقطع الطريق بالعرض تماما. فاحنا لبسنا فيه تماما يعني العمليه كده. بعدين الراجل ما وقفش عند كده، الله يكرمه طبعا هو ما حبش بيعطلني معاه، فلما انا شبكت فيه العربيه بتاعتي بدا يرقص بالتريلا بتاعته عشان يخلص مني، لغايه ما خلص مني فعلا. هو كانت نفسه كويسه غالبا يعني. بس يعني مش عايز اقول لكم طبعا التجربتين
انا بقيت دلوقتي في حياتي on daily basis كل يوم بمشي بلاقي العربيات ماشيه عكس الاتجاه وفي حته راقيه جدا وكل حاجه، بقيت اقف مخصوص وانزل في وشهم وارفع الدراع بتاع القميص بتاعي اوريهم ان ادي اثار حادثه موت اللي قدامي مات فيها. عشان نفسي الناس يتعلموا ان ده فيها حياه بتروح، انت هتيتم ولادك، وابدا اشرح المشكله محدش علمهم، محدش علم الناس دي اي حاجه خالص. ازاي نعلمهم بقى بما انك استاذ اداره؟ اولا طبعا القانون موجود، بس انا رايي المتواضع اول حاجه الناس اللي بيسموا الطبقه المثقفه. أيوة. اكبر مشكله عندنا الناس محترمه جدا راكبه عربيات نظيفه ومفروض متعلمه احسن تعليم، اللي هو بتوع ما تعرفش انا مين بيعمل اي حاجه يعني. بالظبط، وهو عنده مبرر اصلا حته صغيره معلش بس خطوتين، لا ما ينفعش كلام. نفسي الناس دي اول ناس تدي المثل الاعلى. اعتقادي دلوقتي مع موضوع الكاميرات وكلام من ده، الاجانب عندهم كلمه جميله قوي بيقول لك يعني نيم اند شيم، افضح الناس، حط اسمه وصورته الراجل ده ماشي عكس الاتجاه. محتاجين نعمل كده، محتاجين نقول للناس يعني لو عملت حاجه غلطه انا كل اللي هعمله احطك تحت الضوء بس، لان دي اول خطوه. الخطوه الثانيه اعتقادي طبعا دلوقتي، وانا عارف ان الرئيس مهتم جدا بالقصه دي كل اجهزه، لان كل حاجه تبقى دلوقتي لو الرئيس بيتكلم على ان التغيير الثقافه لوحده مش كفايه، بالقانون لازم القانون يبقى راضي. بالظبط، وجنب القانون كمان كلما خرجت الايد البشريه فبقت العمليه كاميرات بتاخد الصور تتحول اوتوميتد على طول على السيستم عشان يطلع الـ زي ما بيجينا دلوقتي رسائل على الموبايل انت عملت مخالفه كذا، فوق الممتازه حاجه زي كده. بقيتها بقى اعتقادي كمان، لا انا اعتقد ان احنا معرفش العقوبه وصلت قد ايه دلوقتي، بس عكس الاتجاه ده، ده احنا لو بره مصر يا جماعه هياخدوا علاج نفسي، لان مش طبيعي انك انت عكس الاتجاه ده يتحرم يعني. من السواقه ويروح جلسات علاج نفسي نفسيا فعلا، لانه بيتسبب في موت اخرين، ده يعني قتل عمدي بيوصل كده، انك عارف انك ممكن تتسبب في قتل حد. لا انا عايز اقول لحضرتك كمان، يعني ساعات الاقي حد في ميدان ماشي عكس الاتجاه فيقول لي انا مش من هنا، فبقول له حضرتك منين؟ انت اكيد مش جاي من انجلترا، لان اي حته في مصر برضه عكس الاتجاه يبقى غلط. فالناس عندها استعداد تطلع المبررات ومعلش وتعدي. لا يعني اعتقادي كبار الناس اللي هي القدوه، اول ناس تبدا بتطبيق القانون مظبوط، تدي الصوره دي لاولادها، ان مش معقول واحد يكون معاه اولاده وحاطط ابنه على حجره وهو سايق وماشي عكس الاتجاه وبيشاور عادي. يعني القانون في غايه الاهميه، والكاميرات بقت في غايه الاهميه، والتطبيق في غايه الاهميه، لكن السلوك اللي هي الناس اللي بنسميه المثل الاعلى اهم حاجه. صحيح، الوعي، وان انت تقدم نموذج اللي حواليك، حتى لو التاني بيقول لك انت، لان انا بيتقال لي كده دايما كده مش هتعرفي تعدي ابدا، يعني طالما مديه اشاره ومستنيه وماشيه واحده واحده يبقى خليكي لحد بكره بقى. لا ربنا يكرمك، معلش بس لازم ادي المثل المظبوط ده ان شاء الله دايما. بنعمل ومصرين يا دكتور، احنا بنشكرك جدا الدكتور خالد حبيب. شكرا. طيب بنكرر مره ثانيه، اضاف لنا الدكتور خالد حبيب الفكره الثانيه الثالثه، وهي انك تصور اللي تشوفه وتشيروا ان هذا الشخص وهذه العربيه عملت المخالفه دي لمن يهمه الامر، وطبعا لان دي مساله حياه او موت. لو التجريس عبر الاجهزه، انا كانت الامارات في وقت من الاوقات عشان تواجه التحرش كان الشيخ محمد بن راشد المتحرش يتحلق له شعره قرعة وتتحط صوره في الجرايد كلها علشان يبقى ردع، فده نوع من الردع كمان، فكره التجريس دي. صحيح. طيب في إطار العلاقات الطيبة التي تتم على المستوى الشعبي دائما موجود، على المستوى الرسمي في مصر ما بين القيادة المصرية والحكومة المصرية والحكومة الليبية، السيد محمود توفيق وزير الداخلية اليوم استقبل نظيره الليبي خالد مازن وزير الداخلية الليبي اللي بيزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى. تمت مناقشة الشراكة الأمنية بين مصر وليبيا وكيف تستفيد الكوادر الأمنية من الخبرات المصرية. احنا عارفين ان عندنا في إطار الأمن خبرات كبيرة جدا ومتراكمة، ليس فقط الآن في مواجهة الإرهاب، لكن زي ما احنا شايفين المنظومة كلها، منظومة المراقبة والمتابعة والضبط والإحساس بالأمن عندنا بقى مختلف، ان الإخوة في ليبيا يستفيدوا بده، ده شيء رائع جدا، وده في إطار المحبة والتعاون. خلونا نشوف هذا الفيديو للقاء إلهام، ثم نخرج فاصل ونعود بزميلنا العزيز صاحب بورصة الكلام خالد البرماوي. أهلا بكم من جديد، وعودة وحديث القاهرة وحديث السوشيال ميديا في بورصة الكلام مع زميلنا العزيز خالد البرماوي. ومساء الورد يا خالد. مساء الفل يا كريمة. مساء الفل يا خالد. عاملين ايه؟ منورنا. الحمد لله. مدى فجعوباتك الليلة؟ بص والله دسمة، يعني عندنا مجموعة من الأخبار منوعة،
عادة يوم الاثنين والثلاث بيبقى في وسط الأسبوع مليانين تفاصيل كتيرة. خلينا نبص على الحاجات اللي اهتمت بيها الجماهير على شبكة الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية. عندنا التعليم تقرر فتح باب التطوع بين قوسين كده بالمدارس. مصرع إمام مسجد الأرقم كانت حادثة مأساوية واهتمت بيها السوشيال ميديا والأخبار بشكل كبير. وفاة الفنان إيهاب خرشد و ها أوكي ونضال الشافعي بيجري العمليه الجراحيه رقم 2 في القولون ربنا يرفع عنه. وهاني شنوده حقق حلم عم سيد بتاع عازف الطش اللي احنا كنا جبناه عمل لقطه حلوه جدا على السوشيال ميديا. في الرياضه عندنا لقطات كتير جدا. الاختيارات بتاعه كارلوس كيراش عامله قلق بالنسبه للمحترفين. مصطفى محمد وبرده كمان مرموش. ازمات ميسي مع باريس بدات مبكرا جدا. وفريق بي تي اس للمره الثانيه ترند عالمي رقم 2 وتجربه عالميه علميه يا ربي على يوتيوب تطلع ترند ومسلح في سيبيريا. طيب نوصل على اول لقطه. ايه القصه قبل ما نبدا؟ خلاص ده اللي هو ايه المرحله الاخيره المحطه الاخيره من الترند. وزاره التعليم تقريبا معظم اخبارها بتبقى ترند. القصه ان هم فتحوا باب التطوع لحملة المؤهلات. ودي شويه ارقام ليها علاقه بالموضوع ده. البيان اللي طلع التطوع حده الاقصى 11 شهر والمتاح ليهم التطوع حملة المؤهلات العليا وهياخدوا في الحصة 20 جنيه. أنا استغربت ولن ينتهي بالتعيين جدا. والحد الأقصى 24. الرقم قليل صح ولا رقم؟ يا بدي ما يركبنيش ميكروباص علشان أروح للمدرسة. وارجع ما يركبنيش انتوبيس يعني. حطينا بين قوسين تطوع فده مش مقابل. هو الموضوع الصراحه بامانه انا في اعتقادي ان احنا محتاجين نفهم منه ايه الفكره. هل هو مساعد ولا بيسموه شادو تيتشر؟ مساعد مدرس وهيبقى له مهام معينه مش كل مهام. وممكن تبقى هي اعتبرها سنه للخبره وسنه عمل عام لكن ما هياش فلوس بصراحه. ممكن يعني كتجربه. ممكن يبقى مثلا كانوا يحطوا مثلا ان هو ليه اولويات في حاله التعيين لكن قال لك ده لا يحق له تعيين. ماشي ما يحق ملوش تعيين ما يلحقش له تعيين بس يكون ليه الاولويه. هو لان انت عارف الناس. هو محتاج مدرسين كتير او معاونين وده محتاج ميزانيه كبيره من الماليه خارج الموازنه يعني. وغالبا يعني فكره المدرس المساعد اللي هي الكوتيتشر مختلفه شويه كمان يا خالد. دي اللي هو المدرس المساعد اللي هياخد مهام معينه من المدرس نفسه لكن الشادو تيتشر اعتقد بيبقى متكفل بطالب معين ويتعامل معاه. ما اعرفش بس هو ده اللي تم الاعلان عنه وقال لك ما يكونش ليه قرايب. عايزين نتابع نشوف هيتقدم قد ايه. طيب من قصه التعليم لقصه وفاه الشيخ هاني الشحات. الواقع حصلت فجر مش امس اول امس وكتير جدا من الشبكات الاجتماعية والمواقع اهتمت بيها واهتمت بالفيديو وردود فعل كبيرة جدا على سواء بقى على بنتكلم على ناس عادية كانوا بيصلوا معاه. الحادثة مأساوية طبعا وهو الراجل ظهرت فيديوهات ليه وهو بيقرأ قرآن وكان صوته حلو وكان مشهور ليه وخطيب مفوه. احنا اختلفنا في إذاعة الفيديو يا جماعة. احنا هنا مع فريق العمل والأستاذ خالد. الأستاذ خالد كان شايف انه نزيع الفيديو منتشر محطات كبيرة واخداه وان الفيديو رادع جدا للناس ويخوفها صح. انا كنت معترض ومتحفظ لان بشوف ان الفيديو مؤلم لاهله كل ما هيشوفوه. هو وجهة نظره انه موجود في كل مكان. خير انا مقرر ان هو الفيديو مؤلم فعلا ومأساوي لكن اولا هو مفهوش دم ومفهوش عنصر بشري في انت هتتخيل الحادثه وفعلا لكن انا شايف ان هو زي ما انت قلت فكره الرادعة بامانه احنا بنرتكب الكثير من بس الناس شافوه كتير. انا شايف لا رادعة. خلاص لازم يعني. لازم انا ادعو للناس انها تتفرج على الفيديو وتفرج الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو عشان فعلا احنا بنرتكب في حق نفسنا اخطاء كتير جدا في الطرق في تطوير في الطرق لكن التطوير ده لازم يصاحبه كمان حملات توعيه وممارسه سليمه. بالمناسبه يا خالد طيب. فكره انه بعد صلاه الفجر يعني معظم الناس بتتخيل ان الطرق فاضيه ومفيش حد في الوقت اللي انت بتتخيل ان مفيش حد ده اخطر وقت فعلا لان الاخرين كمان سرعه شديده وهو عايز يعدي الطريق كان لسه مخلص صلاه وبتاع السرعه الشديده ده متخلي برضو ان الدنيا مناسبه لان الفجر مفيش حد في تحليل مخدرات للسائق يعني ربنا يرحمه. طيب عندنا وفاه الفنان ايهاب خرشد
وزميلنا أدهم خرشد المصور الصحفي طبعا تقريبا عمه أو ابن عمه نشر الخبر والنعي وفي اهتمام كبير جدا. ودي برضو من الحاجات المهمة أن في أخبار أو في بعض الشخصيات الفنية أنها ممكن تكون غابت عن المشهد طبعا لأنه أخوه طبعا الموسيقاري الكبير عمر خرشد الله يرحمه ووالدته اعتماد خرشد لسه متوفية ما فيش من شهرين ثلاثة, وطبعا السيناريست الكبير أحمد خرشد والده, ففي اهتمام وعنده ابنه طبعا عمر خرشد الصغير. أيوة. العيلة فيها اثنين ممثل شاب ممثل شاب وهو نشر الخبر برضو, والدفن المفروض النهارده كانت في السيده نفيسه ولسه العزاء ما فيش, بس في اهتمام. يعني انت ممكن تخيل ان حاسه زي دي او وقع زي دي. اسم العيله, اسم العيله, اسم العيله. طيب نضال الشافعي الفنان الجميل كان عنده عمليه والاسبوع اللي فات والاسبوع ده ثقب في القولون او بيسموها انفجار في القولون, وهو نشر على الفيسبوك بيدعو الناس انها يعني تقف جنبه وانها تدعي له في ازمته. نضال بامانه يعني عامل شغل حلو الفتره اللي فاتت دي والراقيه جدا في الوسط الفني ربنا يكرمه. ولسه رمضان اللي فات يعني اللهم لا حسد كان عامل عمليين يعني عمليين حلوين قوي, هجمه مرتده والاختيار اتنين كان هو ممثل وشخصيه جميله كمان. طيب نخرج شويه على حاجه خفيفه. هاني شنودة قابل عم سيد اللي كنت استضفتوه في البرنامج من حوالي اسبوعين اللي هو عازف الطشت, وعمل معاه مقطع موسيقي من شمس مزيكا فيلم شمس الزناتي اللي هو اصلا هاني شنودة هو عادل امام اللي هاني شنودة اصلا كان الموزع الموسيقي التصويري. يا ريت نشوف الفيديو او نشير نسمع حته المزيكا. ورونا يا شباب عازف الطشت مع الفنان الكبير الموسيقار العالمي هاني شنودة. شنودة مع الفنان الكبير هاني شنودة ده هي اللقطة. طبعا. لكن أنا أحب بعزفه على الطشت والحلة وطريقة الغنى. يعني جبر الخواطر. طبعا. باختصار. طبعا. عنوانها جبر الخواطر. طيب عندنا للرياضة عندنا لقطة امبارح المنتخب أعلن أسماء المحترفين التسعة. السوشيال ميديا إيه الأسامي اللي اهتمت بيها؟ النني طبعا لانه خلاص راجع من الاصابه وان شاء الله ينضم, وطبعا عشان رفع مصر, لكن اكتر ناس اهتمت بيها السوشيال ميديا محمد مصطفى محمد والاربعه على فكره ما عدا عمر مرموش بيلعبوا في الدوري, محمد حسن كوكا في تركيا, محمد حسن كوكا في تركيا دلوقتي, واحمد ياسر ريان وعمر مرموش شتوتغارت ومصطفى محمد. في هجوم ونقد كبير على مصطفى محمد, واكتر من ناقد رياضي واكتر من شخص مرتبط زي مثلا خالد بيومي وانت مع انهي راي الناقد الرياضي؟ لا انا معاه ان هو يتم عقابه بس مش بالايقاف مادي, يعني انا رايي او لائحه طبق اللائحه طبق اللائحه انا مع عقابه طبق. لاعب بيبصق في وجه المدرب بتاعه على الملأ في الملعب وعاقبه رياضي, امال لما عاقبه مادي, امال لما عاقب اخلاقي عاقب على ايه؟ هو اللاعب اللائحه بتقول لما يدفعوا 50 ولا 200 الف جنيه حتى يعني. لا انا مختلف معاك طبعا. انت مع ايقافه طبعا, لازم ترسي مبدا اخلاقي ايا كان, يعني ده الطالب يتجاوز في حق المدرس فاقول لك دفع ابوه فلوس بس خليه يحضر. لا انا هكون عملي شويه براجماتي شويه. لا بلاش براجماتي, انا مش عندنا لعيبه كتير قوي زي الرز ويعني مش قوي, بس ما تفتحش قوي عندنا لعيبه كتير قوي, مش ده اللي هيجيب البطوله. ما هو ده اللي جاب الجون اللي فات يا سيدي. ماشي مش لسه جايب جون يا سيدي تغور الكره. أيوة لا ما يتم مصطفى محمد انا شايف ان هو مشروع لاعب مصري عظيم, لكن حاله العصبيه والنرفز اللي عنده وعدم قدرته على السيطره على نفسه ده عيب كبير. وعلى فكره عيب موجود عند لعيبه تانية كتير برضه يعني خلينا حفاظا عليه يجب ردعه ويعرف ان الخطا ليه تمام. انا عاجبني فكره حفاظا عليه دي ان مهمه جدا, ده هتحافظ عليه, السيطره على النفس هتخليه يفكر 1000 مره. ياما لعيبه كوره كتيره جدا فقدوا مختلفين كتير. المشاهدين بقى كل طب. واحد وليه راي يروت. ماشي تاني اختلاف ما بيننا النهارده. انا جاي اختلف, انا جاي اختلف بس اداش رايي كريمه. نعم ما انا اساسا شويه بتعلم كوره, اول ما اوصل لحكايه العقاب والثواب دي هقول لك على طول. لاعب تلفظ بالفاظ خارجه في حق مدربه اللي هو كان ساعتها مدرب منتخب مصر وبصق فيه بغض النظر عن سياق ايه والخلفيه وهو معذور او لا دي قصه ثانيه, بس ده عمل ده على الملأ. وانا انسانيا ارفض نوعيه الاهانه تماما وارفض اي نوع من انواع العقاب. الاهانه في وسط العقاب وفق اللائحه انا ما اقدرش اعمل شيء مختلف عن القانون يعني اللي بيقول عقاب يكون مادي ولا بايقاف. انا ما اعرفش اللائحه بتقول ايه. ماشي خلاص اجيب لك اللائحه. طيب ميسي برضه عنده ازمه, بس شوف بقى الازمات بتاعت ميسي. أي. ازمات مش معلنه, هو الراجل ممكن يكون بيبصق ويعمل ويعمل بس في السر, وتلاقي حتى اللعيبه الاجانب دايما يعملوا كده عشان ما تشوفش حركه الشفايف في الكاميرا. فهو مصطفى يا عيني غلبان مش راح شات يعني كان ممكن هو اعترف انه كان عامل كده علشان رد فعل على اللي عمله الكابتن حسين. لا ما اقرش
وان كان طيب هو بعد كده عمل تصريحات تلفزيونيه واعتذر. طيب لا احنا عارفين الحدوته. طيب. باختصار شديد كابتن مصطفى محمد كان احتياطي قاعد كره خارجه واحنا غالبين فبيرجع الكره بسرعه للاعيبه الجابون. فكابتن محمد كابتن حسام بيقول له ايه يا ابني انت ما بتفهمش بترجعها ليه؟ انفعال ملعب ده اب وده ابن بس. فلما جابوا الجون يعني بيقدبوا ما انا اللي منزلك يعني. لا وفي ماشي مش هندخل في مناقشه. ميسي ايه اللي حصل؟ ميسي كان امبارح عنده ماتش ولعب لحد الدقيقه 70 مع اولمبيك 75 مع اولمبيك ليون وخرج خروجه ما جابش جون وبقى له دلوقتي ثالث او رابع ماتش بيلعب مع باريس سان جيرمان وكان متعادلين فعلا وقتها ونزل اشرف حكيمي لو انا فاكر لاعب المغرب الشهير. اللي حصل ان اللمسه نفسها والسلام كان سلام فاتر جدا وبداوا الناس تتكلم على والصحافه العالميه على لا سلم كده يعني خفيف لا سلام كده اللي هو ربع سلام ما لمسوش الصور كلها ما فيش لمس خالص سلام سلام اهو شوف بيبصوا له ازاي انت عايز تسلم عليا كمان فهل ده بدايه يعني او انتهاء شهر العسل زي ما بيقولوا بس المدرب طلع قال ايه المدرب عارف ان ده ميسي ده عشانه ولاعب لسه جاي لك جديد وده نجم 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 النجوم وصرح النهارده قال لك تعليقا قال لك انا المدرب لا بس قال انا عملت كده عشان خوفا عليه من الاصابات انا الحكومه خوف الاصابات لاعب كتير قوي طيب 77 غيره عشان ميسي ما بيطلعش خد بالك كان في برشلونه ما بيطلعش اخر مره مثلا طلع السنه اللي فاتت كان من اول السنه عمره ما طلع لانه لانه ميسي رؤيه فنيه لانه ميسي هو خرج لانه مصاب او خايف عليه عمره ما خرج لسبب فني زي ما خرج كده استاذي ميسي ما هو من الفيلم لما بيريح بينده للمدرب الموضوع ده كان ايه انا عايز اريح طيب البي تي اس الموضوع ده التعليقات احنا جبنا تعليق من زميلنا ماشي بي تي اس اليوم الثاني على التوالي متصدر اليوم الثاني خدوا باسبورات وناس بعد بدا خلينا نبص على التعليقات مباشره عشاقهم طبعا بالملايين فيديوهاتهم بنتكلم على العالم على فكره بقى يعني بما فيهم مصر بقول لك هجيب بابا وماما يتفرجوا معايا انا واهلي هيتفرجوا على الفيديو التاريخي للبي تي اس وناس بقى هتبدا تدون اللحظات التاريخيه دي فقصه كبيره جدا يعني مليانه من بي تي اس عشان وقتكم طيب على فوجئنا لقينا ان واحده من الحاجات اللي انا ببص على الترند على اليوتيوب كل شويه وغالبا بتبقى المزيكا هي مسيطره او اللقطات اللي هي ليها علاقه بالانفلونسر او المؤثرين لكن من المرات القليله نلاقي تجربة علمية كيميائية باللغة العربية وترند ورقم 3 او 4 فصراحة انا حبيت احييه يعني لان فعلا من الحاجات الجميلة ومن الفيديوهات وان شاء الله هنحاول نستضيفه القناة بتاعته من القنوات الحلوة جدا طبعا عملنا شغل كتير اخر حاجة مش هقولها خالص بقى خلاص اللي هو الهجوم بتاع جامعة سيبيريا او جامعة في سيبيريا في روسيا وكان هجوم مسلح وكان في فيديوهات لي والفيديوهات كانت صعبه الناس بتحاول تخرج من الشباك في 3 4 توفوا او دي بعض الصور واللقطات ده اللي انت مش هتقوله ايه ده كده انت ده مش هقوله يعني. خلاص يعني لا انا فعلا الحمد لله ان انا ما سمعتوش واحنا مشكورك جدا على ان احنا يعني عشنا معاك عشنا معاك التجربه المتكامله اللي كان فيها حاجات بس انت ايه احساسك لما انا اديكي خبر حلو على خبر وحش خبر من هنا خبر من هناك من على الفيسبوك على تويتر بحس فعلا بالمقوله بتاعت لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع المره دي كانت جعبتك مش اليمين دي يا خالد يعني معلش كان فيها اخبار خلونا نطلع فاصل بعد الفاصل عندنا فقره مهمه جدا عن المجتمع المدني بما ان الرئيس اعلن ان عام 22 هو عام المجتمع المدني ماذا يستطيع المجتمع المدني أن يغير في مصر ماذا لديه ليقدمه ماذا يحتاج هنناقش النهاردة مع الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير الأستاذ المحامي المعروف طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون بعد الفاصل اهلا بكم من جديد وحديث القاهره حديث القاهره من اول لحظه تم الاعلان فيها على ان 2022 هتكون هي عام المجتمع المدني بقى في تساؤلات المجتمع المدني دور المجتمع المدني وهل بالفعل بيقوم بدوره ده ولا لا واذا ما كانش بيقوم بيه زي ما المفترض يقوم بيه ايه هي المعوقات وايه هي المشاكل اللي بيقابلها عشان
يقوم بالدور ده على أكمل وجه. النهاردة إحنا خلينا نشوف الموضوع برؤية أوسع شوية من خلال أكتر من محور. هنتناقش هنا في استوديو الهوا ومعانا كمان ضيوف أعزاء عبر زوم. خلينا نرحب بضيوفنا اللي هيشاركونا في حلقتنا النهاردة. معانا الأستاذ طارق العوضي المحامي بالنقد ومدير مركز دعم دولة القانون. أهلا بيك يا أستاذ طارق. أهلا بيك يا أستاذ طارق. منورنا. معنا طبعا الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وهو سفير مبادرة حياة كريمة. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ خير. أهلا وسهلا. ومعنا ضيفتنا العزيزة جدا الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر عبر زوم ومنورانا جدا يا دكتورة هدى. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتورة هدى. أهلا وسهلا دكتورة هدى. خليني أبتدي من عند حضرتك يعني بحكم التاريخ والمسؤوليات وما مارستيه في مجال العمل الاجتماعي وكده وأسأل حضرتك احنا عندنا كم منظمة وجمعية مجتمع مدني بتشتغل في هذا المجال وإيه المشكلات اللي ممكن نواجهها في عام المجتمع المدني 2022 ونسعى إلى حلها؟ طبعا أولا أسمن على القرارات اللي طلعت الأخيرة إن الحكم اللي طلع ببطلان الاتهام لمجموعة الجمعيات اللي كانت متهمة ده شيء جميل. كون أيضا يبقى زي ما حضرتك قلت إن في عام للمجتمع المدني ده شيء جديد وشيء عظيم. كون أيضا في الاستراتيجية بتاعت حقوق الإنسان يبقى في شابتر ده حاجة كويس. فخليني أبتدي بالحاجات الإيجابية دهية. طيب كويس. لكن طبعا هو ده لازم يتكامل مع بعض المشكلات اللي يجب ان نتخلص عليها. زي ايه؟ طب دكتوره هدى اسمحي لي اولا يعني احنا عندنا عدد قد ايه تقريبا لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجهات القائمه على العمل الخيري المدني؟ احنا عندنا حوالي 25,000 جمعيه، لكن الجمعيات اللي ناشطه فعلا ما هيش طبعا بالعدد ده لكن كثيره. وبعدين يعني احنا عندنا الاتحاد العضويه فيه حوالي 150 جمعيه، وهذه ال 150 جمعيه منتشره في جميع محافظات مصر، بعضها جمعيات كبيره زي تحسين الصحه. في الميزه بتاعت المجتمع المدني ان احيانا جمعيات صغيره قوي دي بتوصل للناس اللي هي في الكفوف والنجوع اللي الخدمات بتاعت الحكومه ما بتقدرش فعلا من المؤسسات بتاعتها انها توصل لها. وبتقدم لها يعني بتقدم للاسره كلها ستات ورجاله واطفال خدمات مهمه جدا. بتفتح دور حضانه، بتعمل قروض صغيره للسيدات، بتعمل توعيه. فالحقيقه الاهميه هنا كبيره جدا والعدد كبير والنشطين كتير من هذه الجمعيات. القرارات اللي طلعت طبعا هي قرارات فوقيه. احيانا بقى بيبقى في فجوه ما بين القائمين على تنفيذ هذه القرارات وفعلا السلوك بالنسبه للجمعيات. يعني حكايه التمويل الاجنبي انا هبتدي بيها على سبيل المثال، وكان الجمعيات اللي هي بتاخد تمويل اجنبي دي عندها اجنده اجنبيه، انها ما عندهاش ولاء للوطن، إن هي بتخدم سياسات ضد الوطن، في حين إن الدولة نفسها بتاخد تمويل أجنبي، ما فيش هذه الشكوك. فإحنا عندنا نوع من الثقافة والتشكك في بعض. يا دكتورة هدى بس مقارنة الدولة بأفراد إن لم يكن هناك ضابط قانوني بتبقى المسألة هنا ما أقدرش أقارن دولة بأفراد أبدا في فكرة التمويل يعني. طبعا. وبعدين القانون يعني عنده شروط كبيرة وشروط يعني أحيانا بتبقى قاسية عشان أي جمعية إن هي تاخد تمويل أجنبي. فده برضو الحقيقة القانون اللي طلع أخيرا وطلعت لائحته التنفيذية في بعض التبسيط لهذه الشروط في يعني أحسن من طبعا القانون اللي كان طلع قبله واللي تم يعني حفظه ما تفشي. صحيح. لأن سبيل المثال كان الأول مثلا الجمعية تقدم عشان تاخد إذن بأنها تاخد تمويل تقعد سنة تقعد سنتين الوزارة ما تردش عليها. حاليا لو ما ردتش الوزارة
في مدى شهرين يبقى ده قبول طبعا. ده شيء عظيم. طيب دكتوره هدى، انا هنستاذن حضرتك تخليكي معانا، وانا عايز اروح للاستاذ طارق. هو استهلال قبل السؤال. الاستهلال انت لك حس معارض، لك دايما اراء مختلفه، وانت بتعمل ده وانت قاعد في ارض مصر وبتمارس عملك القانوني وعندك مؤسسه، هل انت بتتعرض لاي تهديد او خطر او حبس او اي شيء؟ طيب هو بس الموضوع مش تهديد بالحبس، يعني لم يهددني احد بالحبس، بس نعم. افراد يعني لا ماليش دعوه بالافراد. يعني انا بتكلم على الدوله. لكن بالتاكيد تمت حملات تشويه مثلا وحملات اعلاميه ممنهجه قدرت تاخد فيها حقي باعتباري محامي وده شغل يعني تمام. لكن انا اعتقد هل في جزء منها كان في تطوع من بعض الناس اللي هم حبوا يبقوا ملكيين اكتر من الملك فيجاملوا فطلع الموضوع ما كان، يعني انا اعتقد ان لو كان في مسانده ليهم او كان في قرار بشن الحملات ديت ضدي فيعني كان. وانا سالتك كان بس عشان حماية. نقول ان احنا نستطيع في لا احنا نقدر حقوق طبعا. الانسان بس هو في عندنا احنا عندنا مشكله بجد فعلا حقيقيه. طيب. وهو ايه انا الحقيقه عايزه ادخل في الموضوع بتاعنا عشان مش عايزه اضيع وقت، لان الناس كلها بتسال في موضوع المجتمع المدني، العلاقه بين الشخص والدوله، الفرد والدوله، والمؤسسه والدوله، هي علاقه حقوق وواجبات، والحقوق والواجبات دي بتنظمها قوانين. طيب المجتمع المدني اذا كنا بنتكلم على 25,000 مؤسسه وجمعيه زي ما قالت الدكتوره ده، لا هو الحقيقه الرقم هو اكثر من 55,000 جمعيه اهليه. طب يعني ده احنا زدنا قوي، بقينا 55,000 مؤسسه اهليه. بتتكلم على الحاجات النسويه بتاعتي؟ لا كل وقد يكون الفاعله عدد الجامعات الاهليه التنمويه والجامعات الحقوقيه تتعدى ال 55,000 الان، ودي معلومه يعني عظيمه. تتصل في خلال 3 شهور الى اكثر من 60,000 يعني. هايل. ده يخلينا نسال السؤال بقى بقلب اجمد شويه، اذا كان كل ده موجود، العلاقات المنظمه بقى بين المؤسسات دي وبين الدوله وبينهم وبين بعض، هل هي في اطار قانوني محكم يخليها تقدر تمارس عملها ده من غير ما تتعرض لازمات وبحريه؟ لا لازم نفرق بين انواع متعدده من مؤسسات المجتمع المدني، الاحزاب ضمن مؤسسات المجتمع المدني، النقابات المهنيه ضمن مؤسسات احنا بنتكلم عن الشق السياسي، الجمعيات نعم. الاهليه الشق اللي فيه مشكله حقيقيه اللي بيحصل فيها تصادم مع الاجهزه في الدوله هو الشق المتعلق بحقوق الانسان بانواعه، بعيدا عن الجمعيات التنمويه وجمعيات خدمه المجتمع وجمعيات دفن الموتى، يعني في جمعيات كتير جدا موجوده عشرات الالاف من الجمعيات دي بتادي دور خدمي ليه سواء في قريه في مدينه في حي. طب هو ده اللي كان المفترض انه هيساعد مؤسسات الدوله انها توصل للاماكن اللي صعب الوصول ليها عشان يتم النهوض بيها مع بعضها؟ في الحقيقه ان الواقع العملي في تجربه العمل الاهلي في مصر اثبت ان دوت تم في نطاق ضيق جدا بسبب منظومة فساد موجودة منذ عشرات السنين انعكست على أداء المجتمع المدني وعلى القائمين في المجتمع في هذه المؤسسات، الصراعات اللي موجودة جوه هذه الجمعيات والشكاوى المتبادلة بينهم أوقفت. طب ما تيجي ندخل جوه، أنا آسف إن أنا بقطعك بس علشان ما نبقاش من بره، خليني أناقشك في ملفك، ملف حقوق الإنسان. هل بترى أن ملف حقوق الإنسان هو حرية الرأي والتعبير والتظاهر، أم أن الرؤية لي أوسع من كده؟ لا طبعا، لا وجزء طيب. مهم طبعا يعني طيب. حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر هو جزء مهم من حقوق الإنسان، الحقوق السياسية، ولكن في الحق في الانتخاب، الحق في الترشح، الحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في التعليم، حقوق ذوي الإعاقة، حقوق المرأة، حقوق الطفل، في كمية حقوق اقتصادية واجتماعية مهمة جدا، ولازم ما فيش فكرة التفضيل، يعني أنا لا أفضل هذا الحق على هذا الحق، لكن ربما لأن ليه الكلام بيبقى كتير على الحقوق السياسية اللي هو حق الرأي والتعبير وحق التظاهر، لان ده اللي بيحصل فيه صدام، بقيه الحقوق ما بيحصلش فيها صدام غالبا، فبالتالي دي دايما بتبرز على الساحه ودايما بنحتاج ان احنا ندافع عن الناس اللي بتمارس هذا الحق، ده الحق في التنظيم، مثلا الحق في ان انا اعمل حزب، حق في ان انا اعمل جمعيه، كل ده. طب وفق القانون الحالي ده مؤطر بشكل قانوني جيد يسمح ويعني ويعطي الصلاحيات لانه يقدر يعمل ده بسهوله وسلاسه ويقدر يمارس ده وفق مظله قانونيه؟ وفق لدستور 2014 واللي يعني الجميع يشهد بانه شهد نقله نوعيه حقيقيه في مجال الحقوق والحريات في مجملها، ووفقا لقانون الجمعيات الحالي ولائحته التنفيذيه اعتقد احنا اتنقلنا نقله نوعيه كبيره تسمح للعمل الاهلي انه موجود في مصر ومؤسسات المجتمع المدني انها تؤدي دور فعال جانب الى جانب مع الدوله. هو المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا البعض يتصور انه لابد من الصدام،
في حين انا مش مضطر طول الوقت اصطدم. يعني كنا نتعاون مش بالظبط كده. يعني في النهايه احنا مستهدفين ايه؟ في النهايه كلنا يعني حكام ومحكومين، دوله ومجتمع مدني، مستهدفين ايه؟ مستهدفين تنمية. حاجه اسمها الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه، مستهدفين التنميه الشامله، مستهدفين التنميه المستدامه. ده اللي احنا مستهدفين، حياه افضل للمواطن وللشعب المصري. ربما نختلف في الطرق في ان احنا هنوصل او في إزاي. الاولويات في منظورك للاولويات ومنظوري وانا بدير وموضوع الاولويات انا ممكن أيه. انا ممكن اختلف مع حضرتك في او في السؤال يعني. لا طب نسال ده الاول، لكن في احنا متفقين على اطار عام للحلقه ديت وان هدفنا واحد. بالظبط بالظبط كده. اسمح لي هنا يجب بقى على الجميع ان هو يستوعب، يعني كل يستوعب بعضه، وكل يبقى عارف ان في النهايه احنا مش مستهدفين صدام ولا مستهدفين ان احنا نعمل خناقه حوالين، احنا مش ضد أيوه. بعض. بالظبط بالظبط. احنا في مركب واحده. شركاء. صحيح. طيب نشوف بقى على ارض الواقع لما بنيجي للتطبيق بيبقى ايه. لما بنقول ان اللي بيوصل لادق الخدمات واهمها من التعليم للصحه للحملات دي كلها، انتوا عملتوه في صناع الخير استاذ مصطفى، واحتكيتوا تماما بالناس واحتكيتوا بالدوله، يعني عندنا نموذج عملي للي انتوا بتعملوه. تجربتك كانت ازاي؟ طيب خليني في البدايه اشكر حضراتكم على ان احنا فتحنا الملف ده ونفرق ما بين جزئين، زي ما كان طارق بيه بيتكلم في الجزء الخاص بالمجتمع المدني وهو الاشمل، المسمى الاشمل للنقابات والانديه وكثير من المنظمات الغير حكوميه، كل ما هو غير حكومي بينضم تحت هذا الاطار. لكن هنفصل شويه الجامعات الاهليه التنمويه اللي هو بنندرج تحتها كصناع الخير وحياه كريمه، وكافه الجامعات الاهليه المعروفه لدى المواطنين او الشعب المصري اللي بتبرعوا ليها وبمنتظرين منهم عمل على الارض. العصر الحالي وعصر الذهب للجامعات الاهليه، من لم ينهض ويطور اداؤه في العمل الاهلي التنموي فهو سيتراجع كثيرا الاعوام القادمه. الان تحديد عام 2022 فرصه ذهبيه لكل المجتمع المدني والقائمين والمتطوعين داخل هذا الاطار. والراغبين. بالظبط. اشهار الجامعات الاهليه لا يتعدى ايام الان، يعني ممكن في خلال الاشهر القادمه يكون الاشهار من خلال الابلكيشن على موقع وزاره التضامن الاجتماعي، وده مش محتاج بقى موافقات امنيه ولا حتى الجزء الخاص بالتصاريح الجمع المالي اللي ممكن كانت تقعد بعض الجامعات شهور عشان يتلقوا بعض التمويل حتى لو من دول عربيه، ما نتكلمش على تمويل من دول اجنبيه. ده كله بيتغير الان، ملامح القانون الحالي للجامعيات ودورها في تنميه المجتمع بقى اوضح وبشكل صريح. الوزاره كانت بشكل كبير ممكن تكون معوق في السنوات القديمه، الدور الاشرافي والرقابي كان يطغى على اداء الجهات الحكوميه. النهارده احنا بنلاقي وزاره التضامن الاجتماعي بتجتمع اسبوعيا مع الجامعات الاهليه كزراع تنموي وشريك رئيسي في اضلاع المثلث الثلاثه، مع القطاع الخاص مع الجهات الحكوميه، وبنعمل في تطوير اكثر من 4600 قريه في مبادره حياه كريم. كل هذه الانشطه اللي بتمارس وبيتم دعمها باكثر من 800 مليار جنيه في 3 سنوات ومؤشرات قياس، جعل تطوير الاداء العمل الاهلي في مصر والعمل التنموي يتضاعف بحجم كبير جدا. خلينا برضو نوصل للغه ارقام. معدلات التراجع الفقر في مصر حسب المؤشرات الدوليه من 32.7 ل 29.5 في 2020 مقارنه باخر تقرير كان صدر في 2018. العالم لا يفهم الا لغه الارقام، يعني مهما اتكلمنا وقلنا احنا كان عندنا معدل نمو في جائحه كورونا 3.5 وبعدين بقى 2.8 في 2020، والتوقعات الدوليه انه يصل 5.4 في 2022. كل ده لغه لما بنتقابل مع شركائنا من المنظمات الدوليه او الجامعات الاهليه بقوا بتتكلم معاهم وانت يعني على موقف ثابت قادر تتكلم بلغه ارقام. مش بنقعد نتكلم على تطوير قرى او سكن كريم او صرف صحي او انشاء مدارس، كل هذه الخدمات تنشئ في النهايه لازم تبقى ارقام عشان بالزبط نقدر نتكلم. بالظبط. وده الحقيقه شفناه الاسبوع الماضي في جوله لينا في بعض الدول الاوروبيه لما التقينا بالمؤسسات المجتمع المدني هناك. كان من 10 سنين قبل حتى ما نقدم تقرير التنميه البشريه او الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان كانوا بيتناقشوا معاك بلغه فيها استعلاء، فيها ان هم شايفين الوضع في مصر انت بعيد قوي، في تراجع كبير ومفيش اي حريه للعمل الاهلي التنموي. انا بتكلم برضو على شق مختلف شويه عن الشق السياسي، انا بتكلم على تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي. دورنا شريك رئيسي في المبادره الرئاسيه حياه كريمه، بنعمل يمكن بشكل يومي في الخدمات الطبيه والمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وبنقوم على اهم شق كان بيندثر او بيتراجع في مصر، الحرف اليدويه والتراثيه على سبيل المثال، وده شق بيهتم بيه قوي الجهات الدوليه والامم المتحده لانه شق بيئي
ودايما هم بيبقى في اتهامات متبادله للدول الناميه ان هي اللي بتاثر على تغيير المناخ، وده الحقيقه عكس الحقيقه، وده قلناه الاسبوع الماضي ان طلع ان افريقيا بتمثل فيها التغيرات المناخيه والبيئيه 4% من 4% من المستوى العالمي. الدول اللي عندها ازمات في التاثير على المناخ هي اللي الدول الكبرى بتستثمر متقدمة فيها الصناعات اللي مش عايزاها على الارض. وهم بداوا يعترفوا بده مؤخرا، هم كانوا دايما الاتهامات ان المشاكل لما انت عندنا. بدات ترقمن المساله بالظبط وتدي له احصائيات واضحه النظره اختلفت. طيب اتفضل. انا هستاذنك تعالوا نروح نشوف السيد الرئيس اتكلم عن المجتمع المدني في طرح الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. ويطيب لي قبل أن أختتم خطابي إليكم أن أعلن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والذي أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان مساهمة في تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري العظيم. ومما لا شك فيه إن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، ومن هنا كان توجيهي للحكومة بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية السابق، وهو ما أثمر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بما يتضمنه من تيسيرات وضمانات تعزز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية. ومع إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني تقوم على أسس من التعاون واحترام القانون. طبعا احنا رجعنا هنا وما زالت النقاشات مستمرة، لأن ما قاله الرئيس السيسي هو من جهة تشريف للمجتمعات المدنية، معروفين دوركم فوق راسنا مش هنعرف نكمل التجربة غير بيكم، وهو أيضا تكليف بأن كل الجهات تتضافر علشان تسهل عمل الجمعيات الأهلية، لأن الموضوع يستاهل وبشدة بيقدروا يوصلوا الأماكن اللي ما بيوصلهاش غيرهم. الدكتورة هدى بدران مرة تانية مع حضرتك، والسؤال هو حضرتك بالفعل صاحب التاريخ ليس بالهين، ولو رحنا كمان للمجتمعات المهتمة بشؤون المرأة وتنميتها أيضا ليكي باع كبير جدا. خلال كل ده ايه هي بعد التكليفات او بعد هذه المطالب الموجهه من رئيس الجمهوريه اللي تقدري تقولي لنا عليه محتاجينه علشان الصعوبات اللي بنقابلها يتم تيسيرها ونقدر نتعامل بيسر من خلال المجتمعات؟ شكرا جدا للسؤال ده، لان للاسف الشديد لما بنتكلم عن المجتمع المدني والازمه بتاعته بنصورها فقط انها ازمه بين الجمعيات الاهليه وبين الحكومه. أزمة المجتمع الأهلي أكبر من كده. في أزمة داخل المجتمع المدني نفسه، إزاي؟ إن في تشتت، في بنحط الجمعيات الحقوقية لوحدها والجمعيات التنموية لوحدها والجمعيات بتاعة الإحسان لوحدها، في حين الكل بيكمل بعض. صحيح. الجمعيات الحقوقية تشعر بنوع من الاستعلاء في معاملة الجمعيات الأخرى، إن هي بتتكلم نظري، بتتكلم على النواحي السياسية، لما تتكلم على جمعية بسيطة زي حتى اللي عندها عربية لدفن الموتى، أنا أحترم بشدة هذه الجمعية اللي عندها جمعية دفن الموتى، لأن دي بتسد حاجة لها قيمة كبيرة جدا عند الناس أساسية ويومية. صحيح. فأنا بقول في أزمة في علاقة الجمعيات ببعضها، ويجب أن تحترم كل نوع من الجمعيات الأخرى وتتكلم عنها بكل احترام. الأزمة الثانية يعني وهاتش بتكلم عليها، على فكرة الأمم المتحدة اللي طول النهار تتكلم عن المجتمع المدني، إحنا عندنا أزمة مع الأمم المتحدة. أسوأ مؤسسة تعامل الجمعيات الأهلية هي الأمم المتحدة. أقول لحضرتك إزاي؟ أنا لما كنت موظفة الأمم المتحدة كنت أدخل مبنى الأمم المتحدة من باب خاص والرجل يضرب لي تعظيم سلام. لما كنت موظفة في الحكومة أيضا وكان معايا باسبور حكومة كنت بدخل من باب وفي منتهى الاحترام. لما في الـ NGO أنا بدخل من باب بتفتش، مع إن ما فيش قبل كده لما كنت في الحكومة ولا كنت في الأمم المتحدة حد بيفتشني وأنا داخلة مبنى الأمم المتحدة، لكن أنا بدخل من باب خاص لجامعتي الأهلية أتفتش وأنا داخلة،
ما اقدرش ادخل قاعات الامم المتحده وانا ان جي او، لكن كنت اقدرها. فهنا في ازمه، لان مع ان الامم المتحده لما طلعت قالت نحن شعوب العالم، فاذا يجب انها تحترمنا، هي ما تحترمناش. نعم. ايضا في عندي ازمه، انا بتكلم، مش عايز اتكلم كلام كبير، انا بتكلم كلام على قدي بسيط من خبرتي الخاصه واللي انا عاصرتها بمختلف المناصب مع الجهات المختلفه. في ازمه للمجتمع المدني مع اللي بيدوا التمويل الاجنبي، معلش خلينا اقول زي ما الحكومه، والحكومه لا حق الاشراف على هذا. نعم. لان اللي بيدوا تمويل اجنبي بدل ما هم بيشجعوا ان الجامعات الاهليه تشتغل مع بعضها، بيخلقوا تنافس ما بين الجامعات الاهليه، يعملوا ينزلوا اعلان يقول لك الجامعات تقدم والكل يتنافس ويجري عشان ياخد تمويل، في حين وهم لهم اختيارات خاصه في بعض الجامعات. وانا بقول هذا الكلام، انا ما عنديش مشكله على فكره، انا ما بتكلمش على مشكله بعاني منها شخصيه صحيح، انا لا عندي مشكله مع الحكومه ولا عندي مشكله مع القانون ولا عندي مشكله مع الامم المتحده، لان انا بدخل لاني موظفه سابقه، ليا باب اخر كمان. لكن الواقع اللي حضرتك شايفاه بيقول كده. نعم. لكن الواقع اللي حضرتك لمساه وشايفاه بشكل عام كممارس في الموضوع ده شايفاه كده. بوصل واقعد مع الستات الغلابه اللي زي ما بقول في الكفور والنجوع، انا مهما كلمتهم عن حقوق الانسان، هي عايزه تزود دخلها، ملهاش دعوه بالكلام الكبير ده، التعبير عن الراي وكل حاجه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان لازم نكمل بعضنا. طيب. يعني انا مهما اتكلمت عن الحقوق السياسيه والست مش لاقيه سقف للبيت اللي هي فيه، كل الكلام ده لا يعني عنها شيء. صحيح. فاحنا في ازمه في المجتمع المدني. طيب احنا مش عارفين نشتغل مع بعض. عشان كده احنا عايزين نستغل هذه المرحله للخروج من الأزمة، لحل كل الأزمات. أستاذ طارق، إذا كنا بنتكلم عن استراتيجية لحد 2025، الجزء الخاص بحقوق الإنسان، ما الذي ترى كرجل مهتم بالقضايا الحقوقية سيغير ويساعد أن تكتمل الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة؟ أنا بس الاستراتيجية أنا عندي عليها ملاحظتين رئيسيتين. اتفضل. الملاحظة الأولى متعلقة بتسمين حاجة مهمة بقالنا كتير بنتكلم فيها، ويعني ما كانش حد مصدقنا مثلا، لكن انا فوجئت بان الاستراتيجيه بتتكلم عنها وباسهاب كمان، وهي المتعلقه بالحبس الاحتياطي وعدم وجود حد اقصى للحبس الاحتياطي، وده مهم جدا ان احنا نلقي الضوء عليه، وده ملف مهم الدوله لازم تهتم بيه ولازم تعيد النظر في كل حالات المحبوسين احتياطيا. الجزء الاخر ان في الفعل الافعال المستخدمه في الجمل اللي موجودة في الاستراتيجية بتتكلم عن تعمل، تسعى، تحث، في فعل كده لا يتضمن إلزام على الدولة. أنا بما أن دي استراتيجية الدولة، فيجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية إلزام على الدولة بأنها تصل بهذه المعدلات إلى اللي هي مستهدفاه في الخمس سنين القادمين. الجزء اللي فيه إلزام وتعهد واضح جدا من الدولة كان الجزء الخاص بالمرأة، ودي حاجة جميلة جدا طبعا. يعني في الجزء الخاص بالمرأة الدولة قالت الاستراتيجية الدولة تتعهد بتمكين المرأة اقتصاديا في سوق العمل، وضمان بيئة عمل مناسبة من خلال تشريعات تضمن عدم تعرضها للتحرش في بيئة العمل. ده كلام رائع جدا، لأن الدولة قالت فيه أنا بتعهد أهو بشكل واضح جدا. طيب. مهم في باقي الاستراتيجية، باقي الحقوق بقى الاقتصادية والاجتماعية، في الحقوق السياسية، في موضوع الحبس الاحتياطي، ان يبقاش في الكلام فكرة تسعى وتعمل، لا، زي ما قلنا في المرأة وسمينا ان الجزء الخاص بالمرأة كان في تعهد واضح من الدولة، انا محتاج ان الدولة تتعهد ايضا بانها تصل للاهداف اللي وصلت اليها اللي بتتكلم عنها في الاستراتيجية. انا مستريح نفسيا الاستراتيجية ليه؟ لان اللي اطلقها رئيس الجمهورية فقط. لان يعني هذا الرجل اتعود لما بيعمل حاجه بيعملها بجد، ضمان التنفيذ يعني. بيعملها بجد وبيعملها بجوده. ما
ماشي، وبيعملها في وقت قليل كمان، يعني هو بيعمل ثلاث حاجات دول بجد وبجودة وفي وقت قليل. فأتمنى أن هذه الاستراتيجية ما تجدش معوقات من تحت، لا ولا من منظمات المجتمع المدني ولا من أجهزة في الدولة، بما أن هذه الاستراتيجية التي أطلقها رئيس الجمهورية، وإحنا اعتدنا في كل المشروعات اللي بيطلقها الرئيس، وده مشروع حقيقي، لأن برضه أنت بتبني الإنسان زي ما بتبني في الشوارع وفي العواصم وفي الطرق وفي، أنا محتاج أبني في الإنسان، دي في بناء الإنسان المصري اللي إحنا لو بنتكلم عن الجمهورية الجديدة، فإحنا محتاجين إنسان جديد يليق بالجمهورية الجديدة، يتمتع بكل حقوق المواطنة وبكل حقوق الإنسان. فأنا عندي ضمانة موجودة فيما أطلقه الأستاذ الرئيس، أنها أطلقت على من لسان الرئيس الجمهورية شخصيا، وبالتالي أنا مطمئن جدا للتنفيذ. أتمنى إن إحنا يعني نستبدل هذه الأفعال اللي تأديها نسعى ونعمل والكلام ده، بنتعهد، تتعهد الدولة والمجتمع المدني أيضا عليها أن يتعهد. هو طبعا أيضا كنت لسه هقول لك، يعني لما نتكلم عن مجتمع مدني بنتكلم على فكرة والأفراد التي عليها أن تطور الأحزاب، بس برضو يعني دعونا لنظلم الأحزاب كثيرة. يعني أنا عندي عدد كبير موجود من الأحزاب السياسية موجودة في مصر، اللي بيشتغل على الأرض فعلا هو عدد قليل جدا، بس برضو عندي ناس في أحزاب موجودة رسمية وشرعية ومشاركة في البرلمان، عندها أعضاء محبوسين. مهم جدا نعيد النظر في الأعضاء، ما ينفعش أبقى حزب سياسي موجود ممثل في مجلس النواب وعندي أعضاء محبوسين في قضايا رأي أو نشر أخبار كذا. يعني خلينا نسمح شوية بأن النقد حتى ولو فيه بعض الشطط هو ضمانة لسلامة البناء الوطني، حتى لو النقد ده ما عجبنيش، حتى لو في شطط، حتى لو هناك يعني رؤية بتقول لك مرحليا احنا بنبني، خلينا نقف وكما التزم الرئيس فهذه مرحلة وهتيجي المرحلة واحنا اقوياء امنيا واقتصاديا، واطرح حل بدل ما تنتقد. حد يعني في الملاحظ لمصر في اخر 8 سنوات، هل احنا امنيا دلوقتي زي امنيا في 2014؟ لا. احنا افضل بكتير طبعا، بكتير جدا، والا ما جاءت الاستراتيجيه بكتير، احنا افضل بمراحل. احنا كنا ممكن هو ده من الاوقات بنبقى خايفين، ماشيين في الشارع خايفين، النهارده احنا مش خايفين، النهارده داخلين المطار ما احناش خايفين، داخلين اي مكان ما احناش خايفين. مصر قدرت تنتصر في معركه الارهاب بالتاكيد بنسبه كبيره جدا، مصر انتصرت في معركه الارهاب، وبالتالي محتاج ادي بقى المساحه، عشان بما اقول ان احنا بنعمل استراتيجيه يبقى انا محتاج اعمل ده من جهه التوصيف القانوني والوضع القانوني، وازاي ممكن يكون في ضمانات فعليه حتى وفق لفظه القانون، زي ما قال ضيفنا العزيز الأستاذ طارق. طب أستاذ مصطفى، حضرتك وإحنا بنطرح قلت 50,000، ما يقرب من 50,000، 50,000 إحنا مش شايفين 50,000 بيشتغلوا، هل كلهم بيشتغلوا ولا عدد قليل منهم؟ وليه الباقي ما بيشتغلش زي ما قال من شوية أستاذ طارق، مش كلهم على أرض الواقع بنشوفهم سواء كانت مؤسسات؟ خليني أقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا، هو الحقيقة مش كلهم بيشتغلوا، لا تعدى يمكن 25% منهم ناشط، يعني عشان نبقى كلامنا واقع يعني، وبتعمل الدولة الآن على تأهيل وتدريب باقي الجامعات الأهلية القاعدية واللي ليس الغنى عنها تماما، المنتشرة في القرى والنجوع. إحنا كجمعيات مركزية أو رئيسية في القاهرة لنا فروع في كل المحافظات، وبنستعين في التعاون مع هذه الجمعيات، وهي جمعيات تتحرك بشكل سريع الفترة الأخيرة يعني. دعم القيادة السياسية والقيادة التنفيذية لكل دور المجتمع المدني، ودائما بيكون في ثناء وشكر وتقدير للجهود اللي بتحصل، لان الحقيقه كل المؤشرات والمعدلات اللي بتتكلم عليها سواء مؤسسات دوليه او وزاره التخطيط او جهاز مركز التعبئه والاحصاء كلها بتشير ان الجهود المجتمع المدني فرقت بشكل كبير جدا على مدار السبع سنوات الماضيه. طيب هل احنا منتظرين نبقى بس على هذا العدد؟ لا، احنا متاخرين جدا، يعني 60,000 اللي هنصل بيهم بنهاية هذا العام للجامعات الأهلية، الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة أو حتى بعض الدول الآسيوية، يعني الهند ما يقرب من 3.3 مليون جمعية أهلية، عدد سكانه طبعا فرق كبير جدا، لكن لو قارنا بفرنسا مثلا قريبين مننا شوية 1.5 مليون جمعية أهلية، فالعدد فرق رهيب. الجامعات الأهلية في كندا وأمريكا ودول أوروبا بتعمل كلها في قضايا مختلفة شوية، قضايا التعليم والبحث العلمي وإنشاء معظم الجامعات الحركة اللي تعرفوها على مستوى العالم كلها إنشأت من جامعات أهلية. دي قضية أو مرحلة قادمة في مصر. القضايا الثانية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي الأهم بالنسبة لنا. نعم. زي ما الدكتورة كانت بتتكلم، ممكن نتكلم مع سيدات في القرى عن الحقوق السياسية والانتخابات و خلافه من حقوقها السياسية، لكن هي عاوزة بيت يسترها، هي عاوزة سكن كريم، صح، هي عاوزة وصلة مية، هي عاوزة أولادها يلاقوا مدرسة واحدة صحية قريبة من بيت، وده الحقيقة اللي بدأ يحصل من مبادرة رئاسية حياة كريم. لكن النهاردة لا، يجب على الدولة، وده بيحصل الحقيقة، بدأ بشكل مباشر بتكليف في تطوير أداء الجمعيات،
بفكرة المتابعة الدورية لتقارير إنجازات للجامعات بكشوفات حسابات بتقدم الآن من خلال مواقعهم. والحقيقة الشباب كمان المصري بدأ من خلال التدريب اللي حصل في الأكاديمية الوطنية ومن خلال برنامج البي اللي بي ومؤسسة حياة كريمة يبدأوا ينشئوا جامعات أهلية في قراهم. قرى حياة كريمة لو ما فيش ناس في تثقيف للشباب في القرى وقادة الرأي والفكر داخل القرية، وإحنا بنصرف في القرية ما يقرب من 150 ل 200 مليون مشروعات صرف صحي ومدارس ومجمعات حكومية وكثير من المنشآت بتحصل، لو ما فيش صيانة وحفاظ عليها وعلم بحق هذه الممتلكات خاصة بكل مواطن داخل القرية هيتم إهدار هذه. انت كده بتتكلم عن الوعي كمان. بالظبط، الاستثمار في الوعي. الاستثمار في الوعي ده اهم طيب. شيء، وده هيكون دور الجامعات الأهلية في الفترة القادمة. خلينا نوصل للنقطة الأخيرة، طرح الملف مهم جدا. دكتورة هدى، خليني أسألك، لو عندك أمنيات للمرأة بره الجدران والبيت والسقف والحياة الكريمة، هل يمكن أن يكون عام المجتمع المدني فرصة للمرأة كي نقضي على بعض الظواهر زي زواج القاصرات، زي الختان، زي انتهاك المرأة والعنف ضدها، زي التحرش؟ هل في أمل أن تكون لدى منظمات المجتمع المدني بجانب القانون اللي بتوفر الدولة خطط لإنقاذ المرأة مما تتعرض له؟ طبعا القانون مهم جدا، وعايز أقول بالمناسبة أن اتحاد عام نساء مصر بيشتغل مع البرلمانيات عشان يساعدهم على أن أي قانون يطلع يكون فيه حساسية لحقوق المرأة ومفاهيمها. لكن القانون لوحده مش كفاية. القانون يكمله أشياء أخرى، يكمله أن يبقى فيه تنفيذ وإجراءات لهذه القوانين على أرض الواقع، وزي ما بقول ويوصل لأصغر مجتمع ريفي أو حضري. دي حاجة. اللي يكمله أيضا تغيير المفاهيم الثقافية عند الأسرة المصرية. يعني الأسرة المصرية مش شايفة إن البنت أو الولد يفضل اسمه طفل لغاية 18 سنة، هي شايفة إن البنت تقدر تتجوز قبل كده. والمشكلة الكبرى إن تدخل رجال الدين في مواضيع مش مفروض يخش فيها، لكن بيحطوا مناخيرهم. نتكلم في الختان، نبص نلاقي المسجد تاني أسبوع بيتكلم ضد الحكومة وضد السياسة، نبص نلاقيه بيتكلم على إن زواج القاصرات ممكن. فأنا معرفش يعني دول يتحجموا إزاي، لكن إحنا بنحاول إن إحنا نغير هذه المفاهيم الثقافية عند الست. وطبعاً هي المشكلة بتاعت الستات متشابكة مع بعضها، هي ليه بتروح تسمع كلام الفتاوي؟ لأن هي أمية، صحيح، متقدرش تقرا الكتب اللي تقول لها إيه الحلال وإيه الحرام وإيه الصح والغلط، متقدرش تفهم إن إحنا مش لغاية الوقت هنفضل نتعامل بالحلال والحرام، إحنا بنتعامل بالقانون. مش كده انا برجع تاني اقول ولا تعارض بينهم كمان، يعني لا تعارض بين الاثنين في اغلب الاحيان، يعني لان بالمنطق وبالانسانيه وبالقانون وبالحلال وبالحرام الامور بتتضح لولا الشطط اللي بيحصل من بعض الجهات. طيب بالظبط، عشان كده انا بقول ان يعني الدفعه اللي خدها المجتمع المدني ايا كانت من فوق فوقيه يجب ان تستكمل من تحت، لان مفيش مجتمع يجي قرارات فوقيه بس، صحيح. لازم يتقابل مع الجهد، واكبر جهد بتعمله هي الجامعات الاهليه البسيطه اللي بيحاول الاتحاد بتاعنا ان هو يقويها، ان هو يدربها، ان هو يديها امكانيات. هو اللي احنا كمان دكتوره هدى ايدينا معاكم وايد بايد، وبنشكركم جدا على اللي بتعملوه، واحنا بنشكرك كمان لوجودك معانا ضيفه هنا في الهواء. كل الشكر ليكي دكتوره هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، شكرا جزيلا. جينا لاسئله الختام. انا بسيب لك سؤال الاستاذ طارق عشان نبدل بقى، ما بقاش انا اللي بساله على طول. طيب استاذ طارق، ببساطه يعني لما بنتكلم عن القانون يبقى عندنا شيء، هسألك سؤال واحد بس، ماذا إذا أضفنا ضمانة للمجتمع المدني أنه يقدر يمارس عمله بحرية، وأن مصر اللي بنتمناها تكون موجودة بإيد المجتمع المدني كمان؟ لا، حاجات كتير، مش حاجة واحدة، شيء حاجة واحدة إزاي؟ طب يعني بسرعة كده، بسرعة. إذا إن صلحت صلح الأمر، أن يبقى في إرادة حقيقية
لتفعيل النصوص الدستورية وجعلها موضع التطبيق ونصوص القانون تبقى موضع التطبيق، وألا تقوم أي جهة ولا أي مؤسسة بالالتفاف على أحكام الدستور ولا على أحكام القانون. وأعتقد أن بعد يبقى عندنا كلام واضح من رأس الدولة من رئيس الجمهورية حوالين أن عام 22 هو عام المجتمع المدني، فعلى كل الأجهزة أن تنصاع لتلك المبادرة وأن تطلق يد المجتمع المدني الذي هو أيضا حريص في إطار الضوابط والقانون. طب إطار الدستور والقانون الجميع الحكام والمحكومين الجميع في إطار الدستور والقانون. صحيح. ده سقفنا كلنا. صحيح. سقفنا سقف الحكام والمحكومين والمواطنين والمنظمات والأحزاب هو ده معنى دولة هو القانون. هو الدستور والقانون ده دولة القانون. صحيح. أنا بدافع عنه وده نفسي تبقى موجودة. فبالتالي احنا محتاجين ده يترجم الى تصرفات عمليه، محتاجين شويه اجراءات سريعه من زي ما قلت الحبس الاحتياطي لابد ان يتم اعاده النظر فيه، اعاده تدوير المحبوسين لابد ان يتم اعاده النظر فيه، الخطاب الاعلامي الخاص بقضايا المراه وقضايا الطفل، الاهتمام ايضا بالحلول الاقتصاديه والاجتماعيه. احنا مش كل حياتنا هنقعد نفضل نعمل مظاهرات ونكتب مقالات، لا مهم جدا كمان الاهتمام بالحلول الاقتصاديه والاجتماعيه وتمكين المراه بشكل افضل، مش بس تبقى وزراء لكن مهم جدا طمأنتها في العمل، مهم تمكينها اقتصاديا وحمايتها في الشارع وفي في تشريعات حقيقي في المرحلة الأخيرة، في كم من التشريعات رائعة جدا في حماية المرأة، مهم جدا ان احنا نستكمل ما بدأناه في المرحلة الماضية. في دقيقة في جملتين، ماذا يمكن ان يقدم المجتمع المدني في هذا العام للأسرة المصرية في الجهود اللي انتوا بتعملوها ومساعدة الدولة فيما تقوم به؟ استكمال ما بدأ السيد الرئيس في مبادرة حياة كريمة والمشاركة على الإشراف والرقابة والمتابعة لما تم تنفيذه، الجهود اللي تمت في 3 سنين أو ستنتهي بنهاية 2024 في أكثر من 4700 قرية، جهود تقدر بما يقرب من 800 مليار جنيه، لو لم يتم المحافظة والرقابة والصيانة والمتابعة سينتهي كل هذه المجهودات بشيء مؤسف. وده الحقيقة اللي بنحاول كل فترة في اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع الأجهزة الحكومية أن بنطالب به، لازم يكون دور كبير للمجتمع المدني والجامعات القاعدية الموجودة والجامعات المركزية في الإشراف والرقابة والمتابعة. وأتمنى شيء كمان بقى من التقدير اللي بيحصل أيضا في المجتمع في العام 2022 للمجتمع المدني، هناك جوائز تقديرية وتشجيعية من الدولة يجب أن يضع في الاعتبار الجامعات الأهلية المتميزة على مستوى الجمهورية، جامعات شبابية، جامعات نسائية، جامعات تعمل في كثير من المجالات، يجب أن يكون لهم تكريم يليق بهذه الجهود من رئيس الدولة. وده شيء مهم جدا بنطالب به، وكلمة شكرا اللي بتيجي من هذا المقام أكيد بتكون دافع أكبر للي أكتر. احنا بنشكرك جدا جدا لوجودك معنا أستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وسفير مبادرة حياة كريمة، كل الشكر ليك. وطبعا بنشكر الأستاذ طارق العوضي المحامي بالنقد ومدير مركز دعم دولة القانون، كل الشكر ليك. لسه عندنا لحد 2022 مع بعض خطوة بخطوة في المجتمع المدني، لازم نحس يعني نحس ده على أرض الواقع، واللي يقدر يعمل حاجة يعملها. خلصت حلقتنا النهاردة، خلاص بنشكركم جدا. مصر جميلة والله، مصر بتتغير كل يوم، بنطرح قضية لقدام، أحلى شيء إن احنا ما بنرجعش لورا، مصر فيها كل الأصوات، نستطيع أن نقول ما نشاء ولكن طريقة القول وماذا نريد مما نقول. مصر دائما بخير، طول ما حضراتكم بخير، تصبحوا على خير.